ديالنا بارابور لهاد الشيء الشيبين، ونسيت الشارجر ديال التليفون، ودخل رمضان وبقينا حتى نهار الخميس اللي فات، وقلت انا غادي دايز ندوز ناخد الشارجر، دز وبقيت هنا من نهار الخميس حتى طلعت لايف. نهار الخميس ونجح والله حيل بقيت هنا من نهار الخميس تمنينا حتى البارح. البارح اخي ما بغيتش ندير لك تجبل بيلك، جماعه من الخير رياضه بان في الخميس، راه الله يبارك الخميس وبقات بلاصتك اخي كاينه اخي رياضه، داك الفوتي فيه جوج وكاينه اخي الطوف حتى انت بلاصتك، وجي وجيب معاك الناس ومرحبا. باقي نرجعوا لها منين بداو اللايف ديالنا، ولكن انا راه من نهار جيت لهنايا راه ما كان عندي لا انستغرام لا والو، راه انستغرام ديالي يلاه في عمره يومين يوتيوب يلاه دارت المدام هي اللي قادات مرحبا. انا ندخل نقاد وندير شي فضايحه نصدق لا لا مزيان اخي. والو السوشيال ميديا اخي رضا ما نكتبش عليك، نعاود هذه الاسئله بين من نرجعوا للموضوع ملي تجمعوا الشباب. انا فيسبوك ديالي عندي فيه امي واحد والله الا وريتيه وريتو ليك، وهذاك فيسبوك الدراري عنده امي واحد، وهذاك الامي واحد اللي عندي ولا امي ديالي غير حيت عطيته باش يدخل لي الكونت ديالي، حيت كان غادي يحل لي ستور فيو كان، اما كون ما كانش يو كان ما عرفت هذاك الواحد كما نعرفه بلان. اما تيك توك هذاك الشيء ما عنديش، الريزو سوسيال الوحيد اللي انا كنت خدام فيه واكتيف فيه هو لينكد ان، هو اللي كان عندي على ود اللي بزوان الخدمه. ولكن نقول لك ماشي حيت انا عندي شي صوره على فيسبوك ولا لي ريزو سوسيو، انا عندي غير حاجه وحده سيكل ديما فوكست، وهذيك القضيه ديال ملي كتكون فوكست على شي حاجه ما طونكو فيسبوك ما دخلش فيها كون بارامتر، مازال كون كنت مثلا كندير الاي كوميرس من ديما فيسبوك بلاير. انا خايكم فيسبوك في 2016 كندير الاي كوميرس ما عقلتش ملي كندخل ليه من البيسي، وكنمشي ديريكت باش نمانجي الادز البيزنس مانجر وعندي واحد اللي تيتسمى الور كيلر باش ما يطلعش ليا كاع الوول، نبقى نسكرولي في البيسي يعني سالينا والابليكاسيون مسحجه في 2016 فوالا. على حقيقه اخي هذه هادو غير تندوو بين من بداو من هنا دقيقه، كنت كندخل الفيسبوك في 2015 16 مسحته، تلقى بنادم فهمتي سيلبي دارك سايد ديال المجتمع هو اللي كيطلع بزاف والناس عزيز على تبارطاجي داك الشيء السلبي. اجي دراسه بعيدا على المغاربه في العالم تيقول لك الا كتبتي عنوان سلبي بارابور العنوان نفس الخبر مثلا تكتبوه بطريقه سلبيه وتكتبوه بطريقه ايجابيه الناس عزيز على تمشي. وشوف حنا كنشوفوها غير في رمضان غير في داك الشيء اللي كيدوز مور الفطور، من طبيعه الحال غير مسلسل ديال الاشهار هذاك كيشوفوا كلشي وفي اطوال ولكن الاعمال اللي كينجحوا كنلقاو ان الاغلبيه ديالها اعلى اعمال دراميه غير اللي فيها البكاء وشي مشكل طاري وهذا كتنجح كتمشي. شو الى انفيستيتي في الدراما تنجح في رمضان، اما الضحك صعيب والمعقول في رمضان مور الفطور كيسالي، هو زعما شي حاجه سيريوس دير برنامج تهضر فيه غير سيريو تهضر فيه على شي حاجه. حنا خدينا برنامج ولكن حنا خدينا كانيسياتيف، قلنا سيمو زعما تبارك الله عليه عنده السونس ديال لوبسيرفاسيون والله يعطيك الصحه. الله يكبر بك اخي زيد قلتي غادي نديرو شكون تلاقيته هنا بصح بصح انت الكونسيبت في الاول اللي هضرتي عليه شنو كان هو بغينا نوصلوا واحد الرساله ولكن نوصلوها بطريقه اللغه اللي كيهضر بها المجتمع كامل هي اللغه ديال الصحاب في القهوه. وي نوصلوا بها اي فكره، نوصلوا بها فكره اللي كاينه في الكتابه ديال ستيفن كوفي بهذيك الطريقه وغيفهمونا الناس حيت هذيك اللهجه داخله في الكالتشر في الثقافه ديالنا، ما يمكنش نخترعوا شي لغه بالعربيه الفصحى نجلسوا نتناقشوا بها وغيفهمونا هاد الناس كاملين اللي كاينين تبارك الله. دونك الله يعطيك الصحه كانت فكره مزيانه. ماشي قال لي مصطفى قال لي راه الطباليط القهوه كاينين في الجرده قال لي جيبهم ونفرجوا الفكره بغينا نديفلوبيوها بغينا نحطوا هنايا قدام الطبله هادي باش ندوروا الكاميرا عليها يكونوا قهوات محطوطين طبله محطوطه باراسول باراسول القهوه صافي الدراري وانتم ضربتوا قهوه مزيانه وحتى الناس يحسوا راهم مريحين معنا القهوه مجمعين. فريمون اخي التارجت ديال رمضان هذا هو نخليو باذن الله واحد 24 حتى 30 حلقه، على حقيقه انا بغيت نحيد راسي من دوك الحلقات طلعت لي الهضره على راسي في راسي، غادي نحطوا لهم الحلقات ديال الناس بزاف ديال الناس
غدا يكون معنا واحد السيد راه كتعرفوه عبد الرزاق موتور بويما القصه ديالو حتى كيفاش بدا قصه مشوقه خايب شحال باع في الاخر موتور 2 مليار يعاود لينا خير القصه يموتيفي لنا الشباب كاين عندنا نهار الاربعاء مول كيشي بويما حتى هو تيجي كاين الدراري فهمتي تنحاولوا نجمعوا غير البيس ديال البيس غير ثاني كاع الا كلوزا لنا واحد الديل غادي يجيب واحد خونا ما عمره وبان كنت هو ناسي شي شارجور لا لا داك السيرفرات ديالو كاملين عند غيزان فهمتي ناسيهم عنده تا هو اخي اللي جبناه تا هو تكون فهمتي على حقيقتاش تنبغيو نوريو للناس راه اخي كاين واحد الكود سايد كاين يعني بغينا اخي سالي هذا رمضان هذا نكونوا خلينا اليوم واحد 24 حلقه انسبيرو منا قرا الدروس الاو كوميرس ودوز تفرج في 24 حلقه راك خديتي الماستر تكون بات كامل حلالا طيب يلا الشباب تبارك الله عليكم نسدو اخي لي كومونتير ونبداو اوف كومنت تقولك موضوع الحلقه موضوع الحلقه هو مص موضوع الحلقه اخي موضوع الحلقه اخي مواضيع مول الحلقه دابا هو السريطة اخي واحد الاكسبيرينس طويله غادي يعاود لينا وغادي نستافدو منها اخي بزاف انت انا خريطه انا في الحلقه هادي غادي ندير راسي ما كنعرفكش نبدا نسولك من الاول امين قول لي يا خريطه فين تزاديتي انا تزاديت في الدار البيضاء ل 15 ابريل يعني قالك والو تجيبوا لي الحلوه فايوكا يتوب عليك يتوب عليك حتى انا 15 ابريل راه هو اللونسمون ديال سيمولايف دوت كوم راه فراسي كنت باغي نفاجئك بها من بعد مزيان اشو الحلوه كاينه كاينه داك النهار غادي نحتفلوا هنايا في اللايف وانت اخي تكون حاضر ولكن الوالدين قول لي فين تزاديتي انا كارتي في كاز تزاديش في المعارف تزاديش في المعارف ولكن الوالدين انتقلوا لمدينه سلا انتقلوا لمدينه سلا وانا باقي صغير يعني بحكم العمل ولا ليبيزود ديال كان الوالد بحكم العمل جال سلا وكانت حتى جداتي ديال الوالد الله يرحمها كانت في سلا دونك كان واحد لم الشمل ما بين الوالد وجداتي الله يرحمها وكان هو خدام تماك مي انا داك ليبيزود ديال الدار البيضاء ما عقلتش عليه حيت فريمون انتقلنا لسلا باقي صغير دونك انتقلنا لحي السلام والباركور ديالي كامل ديال الصغر شنو كان الوالد خدام شي مدينه القراصنة ماشي قراصنة شوف فورماسيون بروفيسيون مزيان اخي مزيان انا بلاكس ما تلاقيتش كبر في سلا شي حاجه زوين لا لا بالعكس مزيان سلا ماتنو ديك الساعه نو واحد دقيقه يتجمع الشباب ونبداو باك يجوب عليك اخي اليانور الفضائيين صح مبارك داك فريو كريو داك فريو كريو هذا طيح علينا السيستم صبر اخي ندور الكاميرا لجهتك الشباب على دقيقه غادي نتسنى واحد الدقيقه ونبداو اللايف عاوتاني بين ما الشباب يتجمعوا على حقيقه تقطع اللايف شو اخي والله الا الشباب بقيت يتجمعوا بالزربه صح والحمد لله والله الا خي لا تنقول صافي مشى اللايف فهمتي ديك اللعبه ديال شي بجهه اخرى ما اللايف ديال سيمو مبني على الصح مبني على الصح اخي راه اخي حنا بانين واحد الكوميونيتي ديال والله يا اخي الا شفت نحس هادو ماشي فان فولوور كذا ديك اللعبه ديال الغيره ديالي جيتي ما خرجش نسبو تستافد ودير شي حاجه وكدا علاش كنفرح اخي شنو كيفرحني انا الكوكايين ديالي هو ديك خويا شوف شنو درت متفقين عرفتي كتعجبني ديال كتحمقني خويا شوف شنو درت انا درت هادي صوفيت هادي عقلتي اخي سطو فني مشيتي معنا لذاك ليفيرمون اللي درنا في كادير والله اخي الا البكيه والله الا البكيه انا وصلوني لي زيكو ديالو 51 واحد ما كاينش شي واحد اللي ما قالش خاي الظروف ديالي كي كانت وملي تفرجت في الفيديو ديال السيمو لايف ها شنو وقع بفضل الفيديوهات ديالك فضل الله سبحانه وتعالى لا والجهد ديالو والله خير دوك الناس بدلوا الجهد ولكن يرخي نقول لك واحد القضيه السيمو اللي دارها مزيانه سكو الناس الاغلبيه تيقول لك عطيني هذيك الفورمول السحريه اللي غادي نديرها وغيرك بكل شيء طق طق وغيرك بكل شيء شوف شو بقى غيسان هو شيء
هو شنو جا قال لك؟ قال لك طريقة سحرية ما كيناش، شي حاجة سميتها طريقة سحرية ما كيناش، ولكن كاينة طريقة عادية وها هي وتبعها. وما كاينش ديك جيتري وصغر. وما كاينش جيتري تشكويك هادشي دير الفلوس بالسربه هي السحريه. هادشي هي اللي انا فهمتي اش مرضني تقول لك خويا السي مش كاين شي طريقه ندير بها الفلوس بالسربه. ماك زربان اخويا متفقين، حنا راه باقي انت معمر معانا هنا في الحياه حتى تعيا متفقين. خدم خدم، اجي اجي نقطع الدرات التعليقات كلشي رجع تبارك الله عليكم. اجي اخي رضا نبدا معك اخي رضا من الاول تون اوف كومنتينغ. انا بدا اخي رضا معك من الاول، قول لي اخي رضا فين تزاديتي؟ قلت لك انا تزاديت في الدار البيضاء في المعارف دونك مي هذيك الفتره ديال الدار البيضاء ما عقلتش عليها باسكو الوالدين كانوا انتقلوا بحكم العمل ديال الوالد لمدينه سلا، و تما كانت جداتي الله يرحمها. دونك انا عاقل على راسي في مدينه سلا من ديما تبدا الباركور ديالي ديال من مور الليسي. الوالد شنو كان خدام؟ الوالد كان موظف تجاري في شركه ديال كونسيسيونير ديال الطوموبيلات مزيان في مدينه سلا. الوالده كانت معلمه ديال السلك الابتدائي. مزيان كتقري التحضيري ثاني كانت كتقري الخامس الرابع الخامس اللغه الفرنسيه. مزيان. من بعد انت ندوز للدراسه ديالك شنو في قريتي الابتدائي الاعدادي الثانوي؟ انا قريت الابتدائي في المؤسسات بون، انتقلت بزاف كنت في واحد المؤسسه سميتها محمد بن عبد الله، انتقلت لمؤسسه سميتها الامانه في سلا راه معروفه. ومن بعد الاعدادي قريته في اعداديه السماره في حي كريمه في سلا، والسلك الثانوي ديالي دوزته في ثانويه بنو خطيب في سلا. هي فين شديتي الباك؟ هي فين خديت الباك. شحال خير هذا باش شديتي الباك؟ شديته ب 14 شي 27 واقيلا، ما رجعتش طليت عليه. هذا ما خاصش يدوز معنا في الله الصراحه. لا شوف انا هذاك فرق ضرب هاد النقط منين جا؟ شوف قال لي راه هاد الويده ديالك. ونقول لك واحد القضيه، هذيك ربعه النقط هي اللي طولات لي الباركور من مور الباك باش ندوز نكتشف بزاف د الحوايج، حيت كون جبت 10 كنت غنربح واحد 5 سنين مور داك الباك. دابا الدراري جبد اللايفات عندنا كيشجعوا على انك تجيب 10 بالباكالوريا، دارت تجيب لي ياخذهم شي واحد يجمعهم ويمشي يتهم لك با يقول له با تجيب لك 10. شوف بقات عرفتي علاش؟ حيت مني كاين عاوتاني واحد الجانب اللي نسميوه سلبي فاش كتكون كونسونطري على القرايه، هو انك حداها ما كدير والو. اييه من دراسه الحياه ما كتاخذ منها حتى حاجه. وهذيك من دراسه نقطه. دونك انا من دراسه الحياه كان خصني نكتشفها من بعد، هذا هو اللي قلت لك انا جبت فيه شويه الروطار. ماشي مشكل اخي رضا، شحال دابا في السن؟ كان خاصني نسالك السؤال الاول. تبارك الله. ومن وراه خي شديتي البكالوريا شنو مشيتي درت؟ درت المدرسه الوطنيه للتجاره والتسيير طنجة، لو ان سي جي ديال طنجة. وانا فاش خديت الباك كانوا عندي بزاف ديال الاشواط، شي علاش فاش كنبغيو نهضروا مع الناس اللي كيتسنتوا لينا كنقول لهم ديما كاين الهدف، كاين واحد الموتيفاسيون عندك باش توصل لواحد التارغيت انت كتقلب عليه، هذاك التارغيت اللي ما كنتيش عارفه ما عارفش شنو هو الهدف اللي باغي توصل ليه، كتولي انت غير نتيجه ديال بزاف ديال الظروف كيتلاقاو في حياتك وانت وكيخرج عليهم ديال ديك العشوائيه اللي كاينه لداخل. بحال دابا انا قلتها داك النهار فاش كنا كنهضروا، انا في الكوليج فاش عطاونا ورقه ديال التوجيه كنت انا واخد قرار واقيلا شي 8 شهور قبل انني غندير شعبه الاقتصاد والتسيير. انا والله ما كنت عارف شنو هي الاقتصاد والتسيير، انا يبان لي عمر الفلوس فهداك الشيء علوم تجريبيه بنت مو بان لي كاين الفلوس في الاقتصاد والتسيير، هادو كيهضروا على البنكة كيهضروا على الفلوس، انا غندير هاد. شنو درتي في ديك الورقه ديال التسيير؟ عمرتي فهادوك لي شوا ثلاثه كيعطيونا ثلاثه د لي شوا ثلاثه عمرت فيهم اقتصاد والتسيير، يعني ديك اللعبه ديال بلا ما تحاولوا تحطوني في شي بلاصه الماتش من الاول. مزيان اخي مزيان، ولكن تلقى التاسعه جات بشي نقطه مزيان، التاسعه جات بشي 15 مزيان بطبيعه الحال اخي، دونك راه عمرهم ثلاثه غادي تاخذ الشعبه اللي بغيتي. ماتنو مني طلعت مني خديت الباك كان عندي الاختيارات، تقبلت في يونيفرسيتي في فرنسا صوفيا مونتي بوليس، تقبلت في لان سي جي طنجه لان سي جي 16. علاش مديتيش تقرا في فرنسا؟ خي نقول لك
اللي حكم في هذا الشيء هو كانت اول حاجه الظروف ديال الماديه ديال الاسره، حيت واحد لقيت هذيك الشركه اللي كان خدام فيها الوالد سدات دارت فايت هو اييه، وهو بصراحه ما عرفتش انا الظروف ديالها شنو هي بالضبط. سدات انا باقي ديك الساعه صغير دونك صعيب عليا نفهم شنو طاري. انا غير واحد النهار انا باقي كنعقل على الوالد جا عندي ويقول لي كنتي كتقرا في البريفي، كنتي كتقرا في البريفي ملي كنتي في البريمير كنتي كتقرا في البريفي، هو يقول لي ولدي الظروف تبدلات. يعني انا ما فهمتش هذيك الظروف تبدلات، ولكن عشتها من بعد عشتها مزيان هذيك الظروف تبدلات. ولكن ديك الساعه هذيك الظروف تبدلات كنت كنشوف فيها غير النص الخاوي ديال الكاس. شنو هو النص الخاوي ديال الكاس؟ علاش الدري اللي تيقرا معايا عنده بلاي ستيشن وانا لا؟ الوغ كو انا كنت عايش في واحد لي زيبيزود كانت فيها بلاي ستيشن ساهله، ولكن علاش دابا ما بقاتش عندي؟ علاش فلان غادي يدير هادي وانا ما عنديش؟ وليت كنشوف غير النص الخاوي ديال الكاس. واحد الوقيته وانا نقول عرفتي شنو فاش غادي نطلع علاش غنمشي لفرنسا وهي غادي غتكلف الوالدين بزاف ديال المصاريف، انا غنمشي نكتشف عالم جديد ما فاهموش. دونك حيدت هذيك لوبسيون كاريمون، كان ان شوا. هنا عاوتاني غتوقع واحد المصادفه اللي غتخليني نمشي لطنجه ومدينه طنجه. هنا فين قلت لك علاش الباك ديك الربعه النقاط كتلعب، تلاقيت مع واحد ولد الخاله وسيم الله يذكره بخير، قال لي انت عندك 16 وعندك طنجه، الا قلتي لي بغيتي غير تقرا وتخرج موظف زعما يكونوك باش تدخل سوق الشغل ويصاوبوك ويقادوك باش تخدم عند واحد اخر سير ل 16، بغيتي تكتشف الدنيا وتكتشف الحياه وانت كتقرا وتشالنجي راسك وهذا سير لطنجه، حيت طنجه غتخرج حداك واحد الطريق عوجه، كاينه الطريق ديال القرايه وكاينه الطريق عوجه فيها الملاهي وداك الشيء كامل اللي كتعرف. قال لي لا هذيك الطريق جراتك سكو الوالدين ديالك فشلوا في الامتحان ديالهم ما دونك التربيه ديالهم وداك الشيء راه ما صدقش لا وفات حتى الجايه فيها شويه فيها واحد لابارتي ديال الوالدين وفيها واحد باش ما يمشيش شي واحد دابا مرفق جا وقول لهم ها انتوما. ولكن الا نجحتي في ذاك الامتحان وهذيك الطريق ما جراتكش سيكو نتايا مبني على الصح عند الوالدين وانت كانسان ما بعدتيش على الهدف ديالك وخديت هذاك التشالنج ومشيت لطنجه. زعما ما كان عندي حتى شي شحال خير من سنه قصيتي تقرا في الوينسي؟ اربع سنين ونقول لك اربع سنين ما كانتش سهله، اربع سنين باش نقول لك زعما الوضعيه ديالي كي كانت. نهار مشيت لطنجه قالوا لي كانوا بالدار تيصيفطوا لي 700 درهم حتى 900 درهم في الشهر مزيان. ما كان عندي عندي لا كارتي يونيفرسيتير لا حي جامعي لا والو، كنت كاري مع الدراري مع واحد ثلاثه جوج ديال الاخوان، وكانت هذيك 700 درهم 350 درهم كتمشي كره. علاش 350 درهم في 3 هي شحال؟ 1000 دونك اجي نعاود لك دابا انا باغي نملي عقلي وانا عقلي طافي. دابا اجي نعاود لك هذيك 1100 دابا اجي نعاود لك هذيك 1100 اش غتكري بها في طنجه؟ كنا كارين واحد البيت في السطح في واحد الحومه سميتها الخربه. شوف دابا انا اللي كيقارني بالمغرب واش هذه الحومه رسميه سميتها الخربه؟ سميتها انت كتطلع فيه كتقول لي حومه الخربه صاحبي مير قوم يسميوها صاحبي. انا كنت ساكن تما في السطح، شوف الشتا كتدخل عندك البرد كيدخل عندك، ما سداري ديال الخشب ما عنديش كاينه بونجا اربع سنين، ولكن كتقول شوف بهذا الشيء بهذ الظروف هادي عندي ميسيون خاصها تسالي سميتها نقرا. وهذاك الشيء اللي قال لي هذاك خونا نهار الاول خصني نكتشف الدنيا اش طاري فيها. دونك تما مشيت كنت بنيت واحد لو سيركل ديال الاصدقاء ديالي اللي تم زعما من احسن لي زيكسبيريونس اللي دوزت في حياتي، اللي ما كانوش كيشوفوك الماده ديالك شنو فيها ايتترا، ولكن كيقول لك شوف خصنا نعيشوا هذاك الشيء اللي كيبان في الافلام ديال الامريكان فاش كيبداو يعاودوا على الهاي سكول وهذوك الالعاب. هذاك الشيء خصنا نعيشوا. دونك عشناه بلينمون اللهم بارك وفهمنا وزعما لادوليسونس ما نتسناوهاش حتى تنكبروا. دازت هذيك ربع سنين صافي. دونك دازت هذيك ربع سنين خرجت
غادي نقلب على خصني ندخل لسوق الشغل. شنو تيسميو ربع سنين؟ لقيتش عارف غير 3 سنين ليسونس و لا كان واحد النظام قبل فيه 4 سنين كيتسمى كادر ديريجون. كادر ديريجون 90% غتخرج تخدم في بنك 90% انت مصايب ومركبينك وقراوك 4 سنين باش تخرج للبنك ديريكت. 90% ديال الناس اللي كانوا كياخذوا داك الدبلوم توجهوا هو البنك شارجي كليونتيل من الديبار. دونك انا فاش خرجت انا عاود لك من مورا هذيك من مورا هذاك الدبلوم راه غنكون دفعت واقيلا شي 186,000 سيري تيجاوبوني جوج واحد فرستراسيون طوطال او علاش خي مزيان بعدا انت راه مشيتي درتي المحاول مشيت قلبت على واحد لاباز عند واحد السيد فيها شي ما عرفت شحال ديال لي زيميل الشركات وكنتكى عليهم هذا شي 9 شهور ما كاينش الجواب وانا نقول بلاتي واقيلا كاين شي مشكل في الطريقه اللي كندير نفس السيفي تندفعو ل 86,000 شركه البارح دوينا على دوزت شي جوج ديال لي زونتروتيان داك لونتروتيان ديال السلام خويا بريزونتيفو داك الشيء كامل ديال لونتروتيان كلاسيك اش كدير كتعاود ليه السيفي بقيت جالس وانا نقول شوف غنبدل الطريقه هذه خصني ندير شي طريقه وحده اخرى جلست كنتشاور مع واحد مع بعض الاصدقاء كانوا كانوا معايا وهذه اللي كنرجع لك كنقول لك كيفاش كتجيري المواقف الصعبه فاش كطيح في موقف صعب كيفاش كتجيري انا كنت كنجيري بالمشاوره تمشي تجلس مع الناس تنقول لهم هذا الاشكال غير نقول كان مشاوره زوينه شنو هو باش هو ليكول ديالك بيان سور ديما ديما كنتي تقدر تاخذ لو شويه شي تقرب فرنسا وتورك على العائله ديالك وانت نفسيه ونمشيه وراسي وهذا دونك المشاوره ضروريه سورتو في كيفاش تجيري السوكسي وكيفاش تجيري الوقت الخايب أما خابة من استشعر أما في طلوع في طلوع ولا في الهبوط راك طالع ولا هابط ولكن فاش توصل للسوكسي ولا فاش توصل للحضيض كيفاش غتجيري هذيك السيتوياسيون هي اللي صعيبة وهذيك انا شنو قلت وسيرتو الحضيض مازال فوق الوقت كيتغار تيبدا يضرب هكا وهكا ولكن الحضيض صافي الواحد تيقول لاشي صافي صافي طفي البوله سالات هو راه غير كيحسب ليه ما بقى فين تهبط اما راه باقي فين تزيد تهبط باقي فين تزيد تهبط وغتزيد تهبط وتبقى تهبط وهي غادي ماتنو اشنو قال لي واحد السيد حتى هو خديت من عنده جمله هي اشنو كتبيع لهاد الناس انت ملي كتمشي دوز لونتروتيان اش كتبيع ليه وانا نقول بلاتي صافي هادي مزيان دخلت وانا نلقى بريد المغرب ملونسي واحد لابي لا كونديداتور سبونطاني حط السي في ديالك دخلت قديت السي في ولكن كنبيع فيه ديك الساعه لوديت حيت كاع داكشي اللي قريت الاخر وركزت غير على لوديت انا راه كنجي كندير الدياغنوستيك تنفهم اش طاري كنشوف المشاكل وكنحط لي ريكومونداسيون باش شنو ديروا هذا وديبوزي شو هكاك عيطوا لي لونتروتيان بعث لهم داكشي هي اللي قلت لك الناس سيمون كتصايب سي في بيرسوناليزي ديك الخدمه الا جيتي ميو كان دوي لهم في التيف التيف لي كوميرس دي سوليسيون ديال بايمون شيبين كدا غادي تنغم يو كان سبحان الله مني مشيت ودويت معاهم داك لونتروتيان فيه شي خمسه د الناس كلهم سولوني على داكشي فين الطريق اللي انا ديتهم ليها اللي قلت لهم انا كنبغي ندير هي هادشي جاني الجواب مور 15 يوم اجيت تفضل مرحبا بك دخلت كار شنو شنو رضا هنا التغيير كان بسيط جدا شديتي غير السي في بدلتي فيه واحد الليله كيمشي مع كيمشي مع داكشي اللي محتاجينه شوف قبل ما ندير هاد الاستشاره هادي 6 شهور اللي قبل راه كان فيها حتى رمضان نقول لك كنت وليت كنيفيتي الناس ديك علاش كنخاف من الجوجمون هو مشى قرا وخد الدبلوم وما دار والو فهمتي حيت كيكثروا كيكثروا بحال بحال المجتمع اللي ما تيعاونش الصراحه بهذا الموضوع دونك انا وليت قريتي وضربتي شي 5 سنين مور الباك وما درتي والو دونك انا وليت كان واحد الامتحان سير مع المجتمع ما حيتش كنت مشيت تدبر على خدمه ما حيتش هضرت بنادم دونك انا وليت كنفيق مع الخمسه كنعس حتى الخمسه د الصباح ونفيق مع الخمسه د العشيه سالا النهار 6 شهور حتى درت هذاك لونتروتيان مع هذاك السيد الله يجازيه بخير ويقول لي شوف حل بسيط صغيور اكزاكتو بيع شي حاجه بيع راسك دير باكيج وقول انا كنعرف ندير هادي صافي
انا مني انا قلت مني غادي ندخل لهاد الاداره اللي سميتها بريد المغرب، حتى هذه كانت في النصيحه اللي النصيحه الاولى اللي خديتها في بريد المغرب، هو مع واحد السيد سميتو بسام عبد الحق الله يذكره بخير، حيت هو اول مدرسه قريت فيها في العالم الحقيقي ديال الخدمه. دخلت هو يقول لي يو هاف تو ميك ا جول، خصك هدف، دير هدف، خصك شنو بغيتي عندنا. انا ديك الساعه قلت خصني نفكر في شي هدف ما يكونش قريب حداني في، خصني نفكر لونغ تيرم، ما الاوبجيكتيف خصو يكون سمارت، يعني محدد في الزمان، عنده وقت ويكون باين ويكون تقدر تشيفريه. شنو هو الهدف اللي حطيته اخي؟ الهدف اللي حطيته هو انه 10 سنين، في 10 سنين خصني نكون شربت حرفه الميتي اللي كيديروا في هذه الاداره، وانا كتب لي نخدم في الارساليات في امانه. دونك انا قلت خصني نفهم اللوجيستيك، الميتي خصني نشربه باش غدا ولا بعد غدا طرا شي مشكل ولا خرجت ولا هذا، نكون تكون عندي حرفه في يدي كنعرف نديرها سميتها شيبين. دونك انت ما كانش عندك ديك الفكره ديال دخلت خدمت مع الدوله صافي راني لا المستقبل؟ لا هذه ما عمرها كانت عندي ملي كنت باقي كاع ما اكتشفتش شنو هي الخدمه. يعني كان غيكون عندي نفس القرار، كون خدمت في بنكه ولا كون خدمت في البريد ولا كون خدمت في اي اداره، كان عندي هذا هو الهدف، هو واحد النهار خصني نخرج من السالاري، ما خصنيش نبقى سالاري، ولكن ما نخرج ما نبقى سالاري حتى نكون جمعت العده والعتاد، والعده والعتاد خصني نتعلمهم تما. يعني خصني نتعلم الحرفه وخصني نتعلم، وصعيب باش تحط لراسك تارجت فيه 10 سنين. كلشي باغي كلشي باغي تقرا، صعيب تحط لراسك تارجت فيه 10 سنين. انا هذيك 10 سنين شنو اللي خلاني نتشالنجيها؟ واحد النهار سولت واحد السؤال، قلت لهم دابا انا دخلت كادر، الا بغيت نولي رئيس مصلحه شحال خصني ديال الوقت؟ قالوا لي خاصك ما بين 5 سنين حتى 10 سنين. قلت لهم ها ورئيس قسم؟ قالوا لي خاصك ما بين 10 سنين حتى 15 عام، ومدير شي 20 عام وقيله اخرى ولا 70 عام. علاش كيقول لك راه خرج مدير عطاو خرج روتريت مدير؟ هي قلت انا بلاتي كيفاش هذا البلان هذا ديال 90 عام وانا هنايا؟ شحال كياخذ هذا المدير في الاخر؟ هي شي 30000 درهم وقيله. واش انا نخدم 70 عام باش عاد في الاخر نسالي وحنا في 30000 درهم؟ او شوفوا اخوان، انا هذا الشيء غنديرو في 10 سنين، هاد الفيلم هذا غادي نطرقو في 10 سنين، ما كاين لا 5 سنين لا 15 عام. فعلا دازت عامين طلعت رئيس مصلحه، دازت ممكن خير طلعت رئيس قسم. شنو اللي ميزك اخي على الاخرين؟ انت هادي 5 سنين طرطا عامين. النصيحه ديال داك السيد اللي خلاني نعاود السي في فاش دخلت، ملي يعني دخلت قلت خاصك تبيع شي حاجه باش تاخذ شيفت سيرفيس. شنو طرا اخي اللي كانت عندنا واحد لا فورماسيون في اصيله في جيستيون بروجي لوجيستيك مع ماليزيد ديال كازا، وانا داخل تما صغير باقا عندي 22 عام 23 مع لي فيتير باقي في لا ريجيون. هنايا داروا لنا فورماسيون، قال لك اقترح علينا شي بروجي، اقترحت عليهم انه خاص باش لهذا النشاط يتطور خصنا نديروا واحد السيلول ديال لا في ديال اللي كتحضي لي زانديكاتور، كتحضي الخدمه كي غادا، واش كاين شي مشاكل ولا ريكلاماسيون، الكونترول جيستيون، واش الامور مريقله ريل تايم، ويكونوا لي ريبورتينغ ديالهم قادين باش حتى لي بلون داكسيون اللي غنديروهم ولي زاكسيون اللي غادي نديروهم وهذا يكونوا فعالين. ريال تايم اش كتعني اخي؟ يعني في نفس يعني انا ننساني انا نبقى نسالك شي اسئله اللي قدرت تعيوها شنو تعني ريال تايم؟ يعني في الساعه والحين فاش يطرى لانسيدون تكون عارف. انا 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 دويت عليه غير دواوه كيما كتقول، فهمتيني؟ غير لوح اليوم الهضره، لوح الهضره. من بعد النهار الثاني قال لك لا هذاك البروجي عطينا كيفاش نحطوه، مشيت خدام عليه قديتو صايبتو، رجعنا من الفورماسيون غدوز واقيلا تقريبا شي 20 يوم غيجيني اتصال من الاداره المركزيه من عند سي عبد الرحيم باكين، كان ديك الساعه هو مدير العمليات، عيط ليا قال لي هذاك البروجي اللي دويتو عليه حنا راه بغينا نديروه الا بغيتي تبدا. وهنا اكتشفت واحد السكيل اخر اللي ديفلوبيتو مع الوقت، ديفلوبيتو سيرتو في طنجة، فاش قلت لكم خاص الواحد يكتشف مدرسه الحياه هو النيغوسياسيون. نهار عيط ليا ودخلت انا وياه
قال لي بغينا هذه بغينا هذه. قلت له امين اعطيني هي لي موي اعطيني هي لي موي وانا معاك ديروا مسائل. كان هذا في القضيه هنا هادشي تيثبت بان الاداره المغربيه هي فيها ناس كيسمعوا بغاو يحلوا المشاكل بيان سور. هادشي عشتو الناس اللي خدامين عندهم. هذه قصه انت غير ديال الناس في وسط اخي. واش كاين شي واحد باغي يعيش في وسط المشاكل؟ راه اي واحد باغي يحل المشاكل. حيت كاين بزاف ديال الهضره تقول لا الدوله ما بغاش تطور. لا 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 بالعكس ملي جات الانيسياتيف وسمعوها وما خداو البروج. والله الا عشتها قلت له شوف اوكي انا عندي حوايج كنديرهم في لا ريجيون مع السي بسام وما يمكنش ليا نحط داكشي ونجي. عندي دي زونغاجمون. واش هادشي ممكن ناخرو؟ قال لي لا حنا داكشي ديال لا ريجيون راه نقدروا نكملوه واجي نتا هادشي حنا واقفين عليه بغينا. قلت له واخا نتا كمدير العمليات غنحيدو الاسم غنحيدو الستاتيو وبغينا نهضروا كاشخاص. انا رضا معاك نتا كانسان. انا كيسكو جو غاني في هادشي؟ شنو غنربح؟ قال لي اش غنربح في هاد الفيلم هذا؟ قال لي الا نجحتي هذا راه يقدر يولي سيرفيس. هي مصلحه اللي قلنا قويله. صايبتي مصلحه ديالك. قلت له امين ما كاينش اشكال. برافو عليك. مشيت خدمت عام. اشنو هي باش الا نجحتها تولي رئيس مصلحه؟ غتولي مصلحه وغتولي انت الرئيس ديالها. مشيت خدمت عليها عام ونص. يلا كملت العامين وانا نطلع رئيس مصلحه. دونك هذاك من 5 سنين ل 10 سنين هاي حيدنا. هاي دارت في عامين. دازت 4 سنين موراها بنفس لا ديمارش طلعت رئيس قسم. رئيس قسم كتقول يعني الريفوني انويل ديالك يعني الدخل الشهري. الدخل الشهري معدل الدخل الشهري ديالك بلي بريم كل شيء كتلعب في واحد 23 حتى 25 الف درهم. انا تما راه وليت رئيس قسم. يعني كاع داكشي اللي كيقلب عليه شي انسان في الوظيفه فاش كيقول بغيت ندخل الدوله درتو كرافاطا ولات سميتي السريطة ماشي رضا. دخلنا في البروتوكول الاداري وهذا ولكن باقي حاس براسي ماشي هذاك هو تحقيق الذات اللي انا باغي. حيت انا من النهار الاول في عقلي خاصني نخرج من شي حاجه سميتها السالاري. ما 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 انا خايبين لي انت بحال ميسيون اجي ندخل البريد نخرج من البريد فاهم اللوجيستيك فاهم اش كاين بونجا كتسمى البونجا غتحطني غنمص وغنخرج كل واضح. النولج كنجرو كتاب قريته خصني نجر النولج. جلست مع السيمو خصني نستافد. دونك هذا هو الهدف. انا بقيت نجلس معاك كنستافد. كان هذا هو الاستفاده والمتفاده. حنا شوف حنا غير كنبارطاجيو مع الناس وهادشي خصنا نقولوه. اللي يستافد منه مرحبا. اللي غادي غير يستافد منه مرحبا. هو مرحبا ما كاين حتى شي مشكل. قربت ديك 10 سنين تسالي وات نيكست زعما اش غنديرو من بعد؟ ها هي 10 سنين اللي قلنا خصنا نبقاو هنايا. دخلت كندير شنو تعلمت؟ وانا وليت رئيس قسم ديال مراقبه التسيير وديال نظام الجوده وديال السيرفيس كليون ديال خدمه الزبائن في وسط هذيك الاداره. والميتي شربته صافي ما بقى عندي ما نزيد نكتشف فيه. درت وهو يجي واحد البروجي من عند البريد ديال فرنسا والبريد ديال وبريد المغرب وقال لك بغاو يكريو واحد الفيليال بغاو يكريو واحد الفرع جديد غادي يدير داكشي ديال الاي كوميرس وهذا وهذا. حيت من 2014 تما انا اكتشفت الاي كوميرس. عاد بديت كنسمع شنو هو اي كوميرس في المغرب واش كيعني وتما ديك وات نيكست لقيت الجواب ديالها في الاي كوميرس. ما بقاتش عندي مبهمه. علاش؟ ملي بدينا حنا كنديرو الشيبين بدا كيبان لي العام الاول الناس اللي خدامين معنا شي يديروا الاي كوميرس حتى كان الشيفر دافير ديالنا قزان. العام الثاني ولا كيضرب في دي مليون درهم. العام الثالث ولا كيتنفخ. قلت بلاتي هذا الاي كوميرس هذا فيه شي بلا هادي موجه خاصنا نركبوها هادي شي هادي موجه. حيت اصلا كانت عندي واحد الفكره ان المغرب كيخدم بالموجات. جات واحد الموجه ديال التكستيل في الثمانينات ركبوا عليها الناس وداروا منها بزاف ديال الفلوس لي فورتون. من بعد جات البونجه ديال لي موبيلي خدموا بها الناس خدمش. قلت دابا جات هذه الموجه سميتها الاي كوميرس. هذا الاي كوميرس خصني نعرف اش مطاريفي اش واقع. ملي بديت كنكتشف الاي كوميرس غادي يوقع واحد غادي انا ولا كيبان لي داك الباب ديال شيف ديفيزيون ديريكتور غيتعطل شي شويه.
حيت وليت ما كاينش ما كاين تيجي الجامب حيت ولي لا حيت بحال كتقول ولات القصه ديالي فيها اسئله كيفاش هذا دخل في 6 سنين ولا في 8 سنين وصل لهذا الدخل هذا دخل شوف الكوزينه دخل شوف الكوزينه عندي شي واحد كيصيفط المغربي المغربي هاكا تيفسر الا بنت لي شي حاجه ماشي هاديك هذا الشفاره غير السيريسات الشفاره هذا قمار وهذاك دخل شوف الكوزينه وهذا دافع عينو من الفوق دونك انا داك الافق ولا كيبان ليا ثقيل ولا صعيب باش نمشي ليه و ميم طون ولا كيبان لي الايكوميرس يلاه بادي كنقول راه هي دابا يا جامي يا غتكبر الموجه وغتفوتني وانا نتلاقى مع واحد جوج ديال الاخوان دينيا محمد كان حتى هو خدام معايا في بريد المغرب انسان الله يعمر ليه الدار ومن فاتح ولافونتاج ديالو سي كو علاش قلت لك انا لي كومبليمونتير كيتلاقاو بحال غيساني والسيمو بحال اخي شو انا كنامن ما يمشي يدير شي واحد شي حاجه كبيره الا ما كانوش معاه ناس فوالا هو هاد 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 دينيا كان ضايع شايف لوروب شايف لازي شايف الموين اوريون دار شايف بزاف دونك منفتح على ثقافات اخرين انا عندي عقليه ديال الميكر انا كما قلت لك نهار جبت البروجي هذا دويت عليه في اصيله حطيته دونك من بعد جاو حوايج اخرين هي كتقول لي شرح لهم الميكر شنو هي غنوصلوا ليها انا فاهم ولكن سيميو تقول لي هي الانسان اللي كيقدر يحول فكره الحقيقة وهاد المهارم معطياش لكل شيء ما معطياش لكل شيء انه غير فكره تفكرها تعرف شنو هما المقادير ديالها وشحال الحراره فاش خاصها طيب وتحط لا وفيها الفولو اب خير وعاد انت غيسانيش كيميزكم كتبقاو تابعين الحاجه انا ما عنديش هاد المهارم على الغيساني is my great partner خاص ديما تقلب على الناس اللي تكملك الغيساني تيقول لي شوف يقول لي شنو كيدور لك في داك الراس وخلينا انا نخليه يطرى وكيمشي هو تيبقى طاق 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 عمد راجي طراش عمد راجي بقى هو تبع البروسيس انا ما عنديش اخي هذا متفقين مثلا انا كملت 10 سنين خرجت من الباري صافي خرجت قبل ما نخرج 10 سنين ديال الخدمه في الباري ديال الخدمه تعلمت فيها كاع داكشي اللي تقدر تخيل شركة كيفاش كتقدر تخدم يعني ماشي شركة راه مؤسسة هذيك مؤسسة على قد كيفاش تخدم هذا نشهدوا لك بالخير حنا باش جينا نهضروا معك على الشيبين قال لك هذا معلم هادشي شد ورقة وستيلو وشد الطابلو والكريون بدا علينا باق 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 هو غيسكت باق 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 هو غيسكت لا 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 برا خلينا ندور لك الكاميرا لا لا عقلتي السي محمد لدرجة فاش كان تيشرح ما قدرناش نسولو لان تيلمو كداك الشيء كان زعما تيشرح بواحد الطريقه اللي تتحس ان هذا السيد اصافي الباكاج ضرب الطريق اكثر من 100 مره صافي ولا حافظه يعني بلا ما تدوي تقول لي هادي تقول لك هذا ها هي كيفاش كيف تقول لي هادي ها هي وانا نقول سيمو عقلتي رضا في داك الميتينغ قلت لي سيمو حلينا مشكل الشيبي قال لي كيفاش التفاصيل نهضروا من بعد من بعد اخي احنا جايين كيفاش تلاقيتو داك الشيء قلت لك باش خرجت من البريد كان عندي هذاك داك البروجي ديال الاي كوميرس هو اللي ساكنني دونك والاي كوميرس اللي كيقول اي كوميرس كيقول شي بار كيقول ستار وكيقول سيت وانا داك الشيء هو اللي ما شفتوش في البريد كان باقي ما عندناش تلاقيت مع واحد السيد سميتو سبي عادي الله يذكره بخير حتى هو اكسبير دروبال خدامين شنو هو دروبال دابا ندير راسي ما فاهم حتى لعبه اي حاجه غادي يبغي يسال شي واحد اللي جاي طرحت انا علاش قلت لك دروبال حيت انا دابا باقي ما فاهموش شنو هو هو لونغاج ديال الديفلوبمون دروبال سي ام اس اون توكا هو قال لي مونطي لك السيت صافي قلنا غنخدموا السيت والمسائل حنا غادينا الكليان فاش غيدخل اش غيشوف هذا نسينا اهم حاجه في هذا الاي كوميرس هذا شنو هي اهم حاجه هي البرودوي او حنا مشينا كنقلبوا على سوليسيون شيبي وكنقلبوا على السيت والبرودوي باقي ما كاينش جيبوا الله شوف واحد الليله كنهضر انا وهذاك السي محمد دينيا كيعاود لي على دوك لي زاوتليت ديال الحوايج فين كيكونوا دوك التخفيضات على برا ديال الحوايج كتمشي لواحد المحلات ديال الاوتليت كيكونوا فيهم تخفيضات على لي براند الواعرين باش كنديروا تشريو بثمن طايح وهذا ولكن حنايا هادشي خصو راس المال ولكن حنا زواوا حنا ما اللي جابوا راس الشهر كيمشي لغد ليه ما كاين والو ما كنتيش خير هذا كتجمع
خويا كي غدير تجمع وانت عندك كاينين عندك بزاف ديال بزاف ديال لي زونجاجمون يعني 25 في درهم و 23 25 في درهم وما تتجمعش لا ما تتجمعش حيت ما تنساش انه راه باقي عندك واحد العرق عندك واحد العرق واحد اخر ديال انا خصني نعيش شي حوايج ما عشتهمش من قبل دونك كتعيشهم كتخرج مع الدراري وغتمشي وغتدور وغتشوف دونك في اللحظه اللي احتاجيتي هذاك لي بارين واحد السؤال حتى هو مهم خديت اخي رضا ديكري يجي لا والو هادي في ديك 10 حيت انا كنت عارف باللي لا ديوري 10 سنين ما تونكاجيت في حتى حاجه لا دار لا كريدي طوموبيل هذاك الشيء كامل اللي كيتقل ما دخلتش كنت اونكاجيت اخي رضا تيبان لي يكون بقيت لا كنكمل وهذا ولكن انا ماشي اللي خلاني نتونكاجا هو ما نتونكاجاش هو الصدفه راه هو القرار اللي كنت واخد انه غادي نجلس 10 سنين يعني كنقول 10 سنين ما يمكنش نلقى شي حاجه اخرى تشدني هنا خصني نكون ليبر دونك انا صافي كيف دارها نقز الطيار قلت انا والسي محمد قلت له خويا هادشي اللي قلتي انت خصو راس المال سير جيب الحوايج وهذا وشري وهذا ما كاينش واحد النهار انا جالس في الدار تزوجت انايا في اخر عام في ديك ال 10 سنين تزوجت فيها ربحتي الزواج ربحتي الزواج يا رب دونك كنت في 2016 فين تزوجت انايا والمدام ديالي ناضت قالت لي انا غادي نمشي لسوق السبج قلت لها نمشي معاك شوف انا شنو هو سوق السبج هذا كاين في التامسنا مشينا دخلنا كيبان لي واحد خونا هز تيشيرته ديال زارا دوريجين طنطنا وشي يقول لهم 20 درهم ويلي واحد هز قميجه بي دي اش بيدرو دييرو وكيقول لهم 5 درهم كيقول لك هز غير خود وانا نقول بلاش ها هو البرودوي الجيمان احنا لقينا البرودوي الاخوان حيت المشكل البرودوي اش بقى لي قال لي المشكل ديال الشيبي مشكل انا امانه عارفهم دونك ماشي هذاك هو السيستم اللي انا باغي سيستم ما سي با لا سوليسيون ديال امانه على ليبوك داكشي علاش هما دابا تيحاولوا يطوروا باش يتبعوا الاي كوميرس ولكن ديك الساعه فهمت ان ديك لا سوليسيون ما راكباش دونك مشيت كنقلب على سوليسيون جديده هذيك لا سوليسيون جديده شنو كنت كنقول فيها كنقول دابا واخا حنا فهمنا باللي الحوايج القدام ونقدروا نعاودوا نريسيكليوهم ونعاودوا نخدموهم ونكونتروليوهم ويقدروا يعاودوا يتباعوا ولكن حتى هادشي ما عندناش ليه راس المال حتى هذيك 20 درهم ما كنديروا ليها راه نديروا كونسيبت اخر شنو هو قول للناس اللي عندهم الحوايج القدام يجيو يبوستيوهم عندنا وحنا نافيشيهم للناس يشريوهم بثمن قليل يعني بوس ولا هذا شي ماركه ميني ماركت بليس ها انت فهمتيني ولا ما عرفتش ديك الساعه شنو هي ماركت بليس الكونسيبت حنا انتويتيف ها افكار كتقول مشكل خصني نحلو صافي هادشي اللي كاين هاد الناس اللي غيبغيو يبيعوا شراها واحد السيد غيبغي يصيفطها ملي غيبغي يصيفطها خصو شي بلاصه فين يحطها بقيت جالس تنقول والوحيد اللي عنده هاد اللعيبه هو البريد ويطلع ليا واحد الشركه من لاحيت ولا ندري سميتها سبيد بوكس انا ما كنتش كنعرف هاد الشركه انا قلت سمعت باللي كاش بلس كيليفريو الكوليات مشيت لعندهم قصتهم السلام عندي هاد الكونسيبت بغيت الناس يجيو لكاش بلس يحطوا اللعيبات ويتليفراو لعندي انا نكونتروليهم ونشوفهم واش نقيين واش مقطعين واش فيهم هذا من بعد نونباليهم ونديرهم في الساشيات ونقاد لهم البران التيكيتات ديالهم وهذا ونليفريهم هادشي اللي كاين قالوا لي حنا راه ما تنديروش هادشي حنا راه تنديروا ترانسفير دارجون فلوس حنا هادشي راه كديروا واحد الشركه سميتها سبيد بوكس خدامه معانا عطاوني نمره التليفون عيطت لواحد السيد سميتو مجيد واحد الجزائري الله يعمر ليه الدار اخي جلس انا وياه بديت كنهضر انا وياه على الشيبين اكتشفت ان هذيك سبيد بوكس هما خدامين شي 2015 يلا عارفين وقال الصفحه الاولى ديال الشيبين المقرر يلا عارفين الصفحه الاولى ديالها قارين فارس قارين غير فارس وتوكل على الله المهم بعدا خدام غادي جلست انا هضرت معاهم بديت كنشرح لهم تنقول لهم راه اش خاص يكون ناض هذاك مجيد عيط للباترون ديالهم جا عندنا لواحد لوطيل هنا في الرباط جلسنا كنهضروا كل هجر واحد الدميه فاهم قال هجر واحد لقيت واحد الدماغ حنا اللي فاجئهم هو انه في ثلاثه السيمانات 3 سيمين
لونسينا لو برومي سيت 2018 لو 21 سيت 2018 كنا مشيفرين شي 250 الف درهم 25 برك اللي داخل لا كونط رومبورسمون هادي ديال داك البارسي مينيمال كتبي ديال هذاك الشيء ديال الحوايج واش على مارشي انت شوف 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 ما كاينش اللي كيبغي يبدا شي حاجه صاحبي ما راه يبقى ما كاينش البرودوي ما كاينش البرودوي دابا بحال تعلموا طريق وحده سير لضرب عمر وتقطا وقف صاحبي كاين طريق اخرى كاين واحد الطريق سميتها نزل الفاس كاين الجلد كاين كذا كاين عطا الله ما يدا دونك داز ملي شافوا هما هذاك الشيفر هما يقولوا بلاتي شي هذا اللي كيحاجي لينا راه ما تيخرمش حيت الارقام ديالو عندنا دونك هذا عيط ليا قال لي تخدم معانا انا ديك الساعه شوف هنا فين غنرجع لك لسلال قراصينه قراصينه تيتعلموا النيغوسياسيون من النهار الاول في الرضاعه من الاول قال لي تخدم معايا قلت هما دغيا فهمت انه هما ما فاهمينش اش كيديروا دونك قلت له انا سالاري ما كتهمنيش انا خرجت من البريد باش ما نبقى سالاري انا نخدم معاك فريلانس مستشار نقول لكم واش كاين خدمت معاه ب 2500 درهم النهار وكان راه كنخدم معاه حتى 20 يوم 25 يوم في الشهر يعني حتى داك السالير اللي كان عندي في البريد ما بقاش كيبان ليا ولا كيبان ليا شي حاجه عاديه هادي دونك ملي بديت خدام معاهم اي كونسلتينغ كونسلتينغ ولكن على هذا الكونسلتينغ بيزد على الخبره بيزد على 10 سنين ديال الخبره وشوف شحال هو تيقرا وشوف حيت انا نقول لك هذيك 10 سنين ديال الامانه علاش انا ديك كاين اللي غيقول لك هذا 10 سنين يختار علينا ولا يقول لك راه دار التارغيت هو 10 سنين انا نعطيك عليه الاثبات انا ملي كنت باقي تما كان ديما تياكلوني جنان ديما تياكلوني جنان شنو تيجي ديك النبي المعنى ديالها هو تبغي دير شي حاجه كانت عندي مني طلعت شيفت سيرفيس جالس انا واحد السيد في القهوه هي علاش قلت لك انا خاصك تتعلم كيفاش فكره تبدا حقيقه جالس انا واحد السيد في واحد القهوه في سلا راه معروفه سميتها البشره جالس انا وياه جالس انا وياه تماك هو يقول لي الشاف قال لي راه كاين واحد الفيلم داير خطير قلت ليه شنو هو قال لي واش فراسك الناس باقيين كيشريو التيد بالعبار قلت ليه كيفاش قال لي التيد كيتحط في باب المحل تيشريو جوج دراهم تيشريو ثلاثه دراهم ديك الساعه انا خي عشت هادشي الدواري زيك قلت ليه الناس كتشري الزيت بالدرهم درهم الزيت جوج دراهم الزيت كيشريو اتاي درهم 10 دريال ديال اتاي في الاسواق دابا كاع ديال البوادر كيتباع بالكيلو باللعيبات شوف قلت ليه واش فيها لوبورتونيتي قال لي فيها قلت له راس المال قال لي عندي قلت له واش غدي وهذا بنت قلتها غا ضحك قلت له واش اجي ندوز الارض المعركه شوف 15 اليوم درنا على صحاب الحوانت كنسولوا فيهم واش داكشي كيتكونسوما واش كيتخاد شنو هما الماركات شنو هما لي كريتير فهمنا انه داك التيد خاصو يكون منفوخ يعني جوج دراهم كتبان خاصو يكونوا فيه دوك الحبيبات الملونين خاصو يكون كيرغوي خاصو يكون كي فهمتيني هاد دي كريتير فهمناهم كاينين مشينا هو يقول دازت شي شهرين جبنا اول كونتينر طاح اول كونتينر مشيتو خديتو كونتينر خدينا كونتينر من ميسر وكان عندنا فورنيسور في الاردن من ميسر انا كنت عارفوني ديك الساعه عندي 23 عام ما يبيعوش ليا حتى ديك جوج دراهم ديال التيد اللي انا باغي ولكن ديك الساعه كان مسهل علينا المايل ومسهل علينا هادشي دونك دخلنا غامرنا نقول لك كونتينر راه كنتي كتجيبو كامل كتقام فيه 2100 خنشه اللي كيهز 21 قادم كل خنشه كتقام عليك كل خنشه كتربح فيها تقريبا 20 درهم اضربها في 2100 غتعرف شحال كيخلي لك كونتينر تقريبا دونك حنا اصلا درنا مع واحد موالي الحوانت وهذا وحطينا لهم ديك السلعه وبدات كتمشى واحد النهار ما يعرفوني مولين الدار حنا خدامين في هادشي هذا وكيعرفوا راه الدراري كيهزوا هذا وما يعيطوا ليا قال باش تمسطي واش الناس خدامين ولا هذا وعندك عندك اش كيسميو انت فواحد لا كاتيجوري سوسيال وخدام في الاداره وعندك ستاتيو وعندك هادي وغادي كتقلب على التخربيق وداك خونا اللي كتجلس معاه اصلا راه مخرميز وهذا وما وحيد عليك هاد الفيلم وهذا وانا نقول صافي يلاه تكمش قال ديك السخطه الرضا لعبات انا خي عشت هاد اللعيبه انا عشت هاد اللعيبه ديال ستاتيو
شوف اخي ملي كنت اول مره بغيت نتزوج كنت خدام اونلاين وخدام عندي شركه وديك الشركه راه ما كتدخل حتى لعبه انا راني هي خاسر هذاك الاونلاين هو اللي فيه الفلوس وقلت لهم بغيت نسد هو يقول لي الخال ديالي باقي عاقل قال لي دابا الا زديتي الشركه شنو تولي سميتك ريح في الدار خدام ما يقبلش لا بات المدام ديالك ما يقبلش المجتمع حتى واحد ما يجي يحملك واخا كتدخل 27 مليون في الشهر بالنسبه ليوم انت راه حمار قلت له قول لي السي المجتهد شنو قال لي الدوله ملعوبه على الستاتي خليك كتمشي للبيرو كتخدم وكتهز المحفظه وكتنزل كتركب في الطوموبيله وكتسمى مدير بقى محافظ على هذا المدير حتى الى اجل اخر وانا نقول صافو بقيت راكب هذه اللعيبه ديال انا مدير واخا مدير ما كتدخلش ليا الفلوس راني كنصرف فيها حنا نقول لك وهاد ليكسبيريونس شنو اللي انا فت فيه السي محمد اللي كنت خدام معاه في هذا الدومين هذا هو انه هو جا قال لي نمشيو للحوانت قلت له لا حنا غنمشيو نقصدو غنلعبو كبير مشينا عند الاكبر غروسيست اللي كيعطي الرباط للزمور زعير كامل الحاج الصوفي الله يذكره بخير الله يعمر ليه الدار واحد السيد فتح لينا الباب قال لينا انا نعاونكم جلس دويت معاه واحد النهار هو يدوي ليا قال لي انت اش كدير في الحياه ديالك اليوميه قلت له خدام موظف قلت له نتايا علاش زعما نتا علاش درتي البيع والشراء قلت له قال لي ودي نقول لك واحد القضيه قال لي دابا اداره المدير العام ديالها شحال كيشد قلت له انا والله ما عارف شحال كيشد قال لي اخويا انايا نهار يقولوا لي راه كاينه شي اداره المدير ديال العام ديالها كيشد 40 مليون في النهار نخلي هادشي اللي كندير سمع انا سمعت هذاك الرقم وديك 10 سنين اللي قلت زدت تطلع فيها الكاشي قلت صافي 10 سنين والله حتى خصني نخرج هاد الارقام كاينين في المارشي وانا جالس تما حدي بولتان دو بيش كيبان فيه دونك جلست انا وليت كنجلس مع داك الحاج بزاف تنستنى هاد الحاج جات ليك من الدراسه شوف بدا برونو اكسبريس ما نعرف فوقاش دونك اجوردوي ديستريبيوتور ديال دي براند دونك داش ويعطيك دروس في الحياه كيفاش تجيري الاب كيفاش تجيري النجاح وكيفاش تجيري الحضيض هاد تما تعلمت بحال الدروس هاد دونك من بعد رجعت ملي سمعت هذاك لا ديسيزيون ديال مالين الدار حيت انا كنت كان باش نضحكوا شي شويه انا راه كانت الوالده الله يجازيها بالخير اللي خديت من عندها المتابرة شي المتابرة اللي هضرنا عليها وقال سيمو ما تعلمتها من حتى شي بلاصه شفتها قدامي هي هذيك السيده هي اللي كانت كتخرج من المدرسه ديال التعليم وتمشي تقلب علاش فين كيديروا السوايع الاضافيه باش تصيفط ليا انا في طنجه باش نعيش دونك انا شفت هذيك المتابرة قدامي شفتها كل نهار شفتها كيفاش كتجيري المشاكل الصداع حيت هي اللي كان عندها الدخل القار اما الوالد ملي سدات ديك الشركه كان كيتقاتل مع الوقت حتى هويا دونك انا المتابره عشت فيها حيت ما ماتوش في الاخر كبروني وكبروا خوتي وخرجوا هذا السيد اللي كيهضر الحمد لله خلاص شي حاجه زوينه دونك انا مني قالوا لي هكاك ورجعت كنقول لك انا كنت داخل عنده وجايب معايا قرعه سيدي هذاك الالعاب ديال الماء فيها صاني كرو تنقول لها دار يلاه جبناه كتصيق به وتقول لي هذا زوين تقول لي واش نتوما عماق واش كديروا واش تصيبوا سانيكرو واش نتوما مسطين بلا ما مزيان شوف اتشاري والله الا شوف هذه قضيه البرودوي والله الا انتريسون اللعب دائما تقريبا السيمره دائما السؤال الكابيتال تيبقى شنو هو البرودوي شنو هو البرودوي انت حلول ديال البرودوي زعما كاينين في جلاب شوف غير حداك شوف غير حداك مثلا ملي ساليت هذيك القصه عاوتاني مشيت جلست واحد العامين وانا عاوتاني موطاف ترونكيل واحد النهار جلس في الترامواي تنتسنى الترامواي خرجت من البيرو جالس كنتسنى الترام يجي ويجلس حدايا واحد السيد ويقول لي شاف واش عمرك خدمتي في داك الشيء ديال الام ال ام داك التسويق الهرمي قلت له ما عمري خدمت فيه قال لي كاين واحد الشركه با قلت له شوف الاخر د الفيلم تقولوا لي واش فيه شي ربح هذا الشيء قال لي كاين تبارك الله راه تقدر حيت هما كيقول لك الا وصلتي لواحد عدد النجمات كتاخذ فيراري وكتاخذ كيبيعوا لك واحد اللعيبات كتسمى جولد شي لعيبه
اوطيلات فين ما بغيتي في العالم وداك الشيء خيال علمي. عاوتاني طرا لي نفس الاشكال بحال بحال في لي برودوي ديال التنظيف. ما بغيتش نلعب صغير. لا ما مسكتيش زمان. دازت شي ثلاثة السيمانات هو يعيط لي ويلقاني واخد واحد لاكلاس في واحد المدرسة في الرباط وجامع أمة لا إله إلا الله تنشرح عليهم داك البرودو. تنقول لهم عرفتي شحال د البشر؟ تنقول لهم أنتوما دخلوا لهاد الشركة وراه مزيانة وهادي وهذا. واحد الوقيته فين هو البرودوي ما كاينش. جا البرودوي بعد غدا. الناس كيدخلوا وكيبان لي داك الشيء. انا كنت باقي ما دخلت حتى شي واحد. كنت باغي تنتاكد ان البرودوي كاين. ودازت شي 6 شهور ما كاين لا برودوي لا والو. انا نكتشف ان راه دايرين دارت كبيره. دايرين واحد الدارت كبيره شي كي شي كي تنقول لهم خير هذا تنقول لاي شركه تقول لك جيب جوج هربا معايا بلا ما بلا اي حاجه دابا ولاو الناس ما بقاش يقول لك تسويق الهرمي لا تسويق الشبكي تسويق المهم كل مره تيبدعوا لك السميه هي كتقول لها شنو قالوا لك قال لك جيب جوج لا قالوا لي جيب اربعه هادي هرب فوادي هرب هرب انا اش كنتسنى البرودوي ما بانش داك البرودوي وانا نقول صافي هادي عاوتاني ولكن شنو هو السكيل اللي تعلمته في هادي ما عمرك كنت خديت لا بارول قدام الناس وما عمري حاولت انني انا شخصيا نبيع شي حاجه في هذيك الضربة تعلمت نهضر مع ناس عاديين ونحاول نقنعهم ونحاول نفهم كيفاش نوصل لهم الفكرة فشلات حتى هي وباقى العشر سنين خدامة هادشي علاش قلت لك أنا راه ديك العشر سنين ماشي غير جيت وقلتها كانوا عندي شي حوايج كيحفزوني أنني نبقى أنني نشد فيها نهار جا الإي كوميرس كان هو الضربه الاخيره اللي غنخرج من رجعك اخيريطه سبيد بوكس لا لا سبيد بوكس راه قال لك فهاديك اللحظه خرجتي من امانه جوج هاديك اللحظه صافي نيغوسيتي الديل تفاهمتو قال لك انا والله ما كاين لا ما كاين تولي كونسلتون تولي كونسلتون شي عند خوتنا قلت لهم السلام عليكم بلاتي ديك الليله انا ناعس بالنسبه لي راه ضربت احسن ديل في العالم 2500 درهم بارجو قلت غادي نجي غادي ندخل لهذيك الشركه نلقاها تبارك الله وصل على النبي بحال هذاك بحال يوكان والالهي مشيت دخلت وانا نلقى واحد اللعيبه صافي هذاك الصباح توحش بيروي اللي كان في البيت شوف داك الصباح شنو اخي شوف اختي اش كاينه الصباح دخلت تلقى واحد الطواليط مفرقعه والماء خارج وهذا فين في السنتر ديال التريتمون السنتر اللي فيه الكوليات ما كاين حتى واحد طلعت الفوق وانا نلقى واحد الكوزينه فيها طبله جالسين فيها واحد الجوج سميتهم كونفيرماسيون واحد البيرو صغير داخله فيه الشمس ما فيه حتى ستور تما فيه الكوميرسيال شوف داك الشيء اللي كنت كنتخايلو ورا الواقع الصاد عرفت قلت انا شد راسي قلت ناري ياك ما لفان ياك ما دي اند ياك ما طلعت الكتابه اخوان وانا نقول شوف قلت مع راسي رضا ما عمر شي تشالنج قلتي لي لا هاد التشالنج خصك تربح دخلت لتما قلت لهم شوفوا نتوما هاد الميتي ما فاهمين فيه والو راه نعاودوه وغنعاودوا هاد الشيء مشينا خدينا واحد لي لوكو جداد مشينا خدينا واحد البيرويات جداد عاودت خديت لي كونطرا باش نفهمهم بديت كنشرح لهم الخدمه وانا نكتشف ان هذيك الشركه من 2015 حتى لذاك الوقيته فاش جيت بالنسبه لهم انا راه بحال شي شومبرير ديال السوفطاج شي جيلي غير يعتقهم اكتشفت ان يعني جاي فيها بياسه اصلا فيها ماشي بياسه فيها غرقه خرقه فيها خرقه قدك هي انه شركه تانفيست فيها اكثر من مليار ونص كتشيفري 60,000 درهم ولا 70,000 ويلي وجرى معاها اكثر من 3 مليون درهم ديال لي ديت الناس كيتسالوا انا فاهم علاش غيكونوا طاحوا في هذا حيت هذه باش نديروا نقطه ونشرحوها للناس وغتكب في هذاك الشيء الشيبين اللي كنهضروا عليه خصنا نعرفوا انه الشيبين والميساجري 70% الشيفر دافير ديالها في كوليات قل من كيلو القل من كيلو احتكار ديال البريد احتكار قانوني بظاهر ديال البريد صافي دير كل اللي كيفكر يدير شيبين راه كاع الشركات الاخرين يلا مضاربين على 20% 20% اللي كيتقاتلوا عليها دونك الا ملي كتجي انت كتبيتشي كتقول انا غندير شركه شيبين وغتجيب غدير البيتش ديالك
غادي تقول لهم المارشي اي استيمي مليار درهم، وراه انت في هذاك المليار درهم راه ما عندك فيه والو، راه يلاه 20% مقاتلين عليك، مقاتلين عليها كاملين. وهذاك الوغ انت فاش كتبغي تهضر على الشيبين راه كتقول انا خصني نكوفري هاد البلاد كامله المغرب كله ولي مويان، وخصك انفيستي الوغ كو ديرير لا بار دو مارشي اللي مضاربين عليها راه قليله ما كاين والو. دونك حتى هما طاحوا في هاد الشيء كاش انفيستي، ولكن انت راه في الاخر ما كاينش شي فرض افير، راه ما عندك والو حيت المارشي اصلا ما كاينش فيه بزاف. دونك فهمتها، ولكن اخي كنشوفوا خير هذا الملح هذاك الشيء. شوف هذاك الشيء هو اللي طرا من بعد، هذاك الشيء هو اللي طرا من بعد. الناس ملي بغاو يدخلوا ما بقاتش قدهم ديك 20% وبغاو يدخلوا على ديك 80% الاخرى اللي داخله في الاحتكار بداو كيبدعوا كيف ما هضرنا البارح وقلت لكم احسن واحد استفد من الانطلاقه هو اللي دار البالا، هو اللي دار داك طويب لو داك يصايب للناس البيزنس بلان. فهاد اللعيبه هادي اللي استفد اكبر واحد استفد هو واحد الشركه في تازه كتصايب الملحه. ما كاينش شي واحد كيدير الشيبين ولا الاي كوميرس ما مشاش لعندهم قال لهم صاوبوا لي واحد الخنشه فيها 600 غرام ولا ما 900 غرام باش ولا كيتقل الكولي. دونك هذا ضرب جاك بوت، قال لك باش اي حاجه حطيتها تفوت. ضرب جاك بوت هذاك السي، هذيك الشركه ضربت جاك بوت مع كاع الناس اللي كيديروا الشيبين. دونك اختارعوا شي حاجه ونجحت لهم وانا كنحييهم مزيان. ميتنو انا فاش مشيت تلاقيت مع الناس ديال سبيد بوكس غير باش نرجعوا حتى ليو كان باي ونرجعوا حتى بزاف الحوايج اللي حنا دابا كنحاولوا نحلوهم. ملي جلست معاهم قلت لهم شوفوا والله اخي هاد الحاله اللي نتوما عايشين فيها والله ما صعيبه، راه خطيره ولكن ماشي امبوسيبل. لا ماشي داك الكونسيبت، نقدروا نقدروا نتجاوزوها، نقدروا نتجاوزوها. ملي هما يقولوا لي اجي انت اللي غتقبطها ما تبقاش فريلانس، بغيتي المهم انت اللي تقبطها شدها خذها دير بها اللي بغيتي. قلت لهم اودي شوفوا حنا راه ماشي غنبداو من الصيره، حنا غنبداو من ناقص 1000، راه عندكم واحد الحاجه معوجه خصنا نقادوها نردوها للزيرو ومن الزيرو تطلع. قال لك امين. ملي دخلت كانوا كيديروا تقريبا واحد 1500 ديال لي زوبيراسيون في الشهر في الشهر. مشيت انا حيت كاع لي بارتنير كاع الناس الشركاء اللي كتخدم معاهم فقدوا فيك الثقه ما كتخلصش عندك لي دي. مشيت جلست معاهم بالواحد بالواحد وشرحت لهم البروجي ديالي وثقوا فيا قالوا لي غنعاونوك. السي العلاوي عبد العزيز الله يجازيه بخير كان ما بين الاشخاص اللي وقفوا معايا، السي نبيل عمار ديال كاش بلوس وقف معايا مزيان في هذيك المرحله. نقول لك من 2015 ل 2018 ولا 2000 2018 الشركه كانت ميته. من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019 دازت من 1500 ل 20000 اوبيراس في الشهر ولا في النهار؟ في الشهر. في الشهر وي يعني ضربنا في 10 ضربنا في 10 البيزنس اللي كان كيدير ولا اكثر تقريبا 15 بحال هكا. دونك بدات القضيه كتكبر. ميتنو ملي كتجي انت كتبدا تكبر فهاد الشيء خاصك الكازوار خاص الفلوس. انا لقيت لي زاكسيونير ماتوا قال لك حنا حطينا اللي في جهدنا ما بقى عندنا من فينونسي، قدر فقدوا الامان مشيت حاولت نجيب لهم دي زوفر ديال لوفي دو فون من عند شركه ديال الترونسبور من عند كاش بلوس من عند هذا. حاولنا باش نعتقوا حيت في الكاليتي دو سيرفيس قسما بالله في الكاليتي دو سيرفيس شي الموديل ديال سبيد بوكس تكوبيا من بعد من عند بزاف الناس حيت فهموه. اما ديك الساعه كنا بوحدنا حنا اللي بدينا داك الموديل ديال بلاتفورم ديال الشيبي. بدينا كنقارعوا امانه حيدنا لهم تقريبا شي جوج ديال الكليون من توب 5 ديالهم. بدينا الكاليتي دو سيرفيس بداش كتطلع ولكن المازوط ما كاينش. دابا ليماج بنيتيها ولكن الرولمون ما كاينش. واحد الوقيته صافي الماكينه وقفات بديت كنتقاتل. جاو لعندي قالوا لي الشاف حنا هذا الشيء ديال ندخلوا معنا شي اكسيونير جديد ولا يدخل معنا شي واحد ما مسلكناش ما بغيناش. وانا واش مستبغينا هما كيفهموا انا دابا ما فهمتوش ليومنا هذا باقي ما فهمتش علاش ما خلاوش اكسيونير جديد يدخل. ممكن الستور مازال عندك ماتنو في الاخر اشنو طرا انا حيت ما بغيتش نتنازل
بقيت تماك وكنتقاتل وكنحاول وما نعرف وجاتني التونيا وداوينا التونيا بالستريس والروينه. ولكن الكليان ملي كيكون عنده شي مشكل كيجي كيلقاني في البيرو. واحد النهار جا واحد لاكسيونير هو يقول لي السلام عليكم لو 2 اكتوبر 2019 قال لي السلام عليكم. جمع واحد العون قضائي هو يقول لي شاف هكا وريقاتك دار معايا باساسيون عطيني معدات العمل وهداك الشيء الله يعاوننا ويعاونك. قلت انا واقيلا راه لقاو شي حد حسان ولا هذا. مشيت دازت 3 شهور ميسدو الغابر الظاهر كاع دوك الناس اللي كانوا خدامين في الاي كوميرس. علاش انا مني سمعت يو كان باي وكاش بلوس قلت لكم اليزي حيت الناس عندهم مشكل كبير اصاحبي. صاحبي اليوم اليوم عندهم مشكل كبير. الناس مني سديت الشركه الناس مشى لهم السي او دي مشى لهم الكاشون ديليفري مشاو لهم فلوس مشى ليه راس ماله. كتلقى واحد بغى يدير الاي كوميرس مشى للبنك خدم لنا 20000 درهم باح مشات ما يمكنش. انا اليوم يحقني داك السؤال ديال واش بغيتو تيبان لكم يو كان خاصها تدخل الشيبينغ تصدمت خويا عافاكم دخلوا خويا والله الا خاص تدخلوا متفقين. دونك انا قضيه اخرى اللي دويت عليها قبيلات هي راه الشركه كدا كدا راه دي ليا قد قد ديال الكاش الشركه كدا موجودين موجودين. دونك انا مني طرا هذاك الفيلم ومني مني سمعت انها الغابر الظاهر الشركه بطات الريدو زادوا مع وزادوا مع الطريق. انا قلت الكليان ديال ديك الشركه كاملين كانوا كيتيقوا في انسان واحد هو انا. ما كانوش عارفين الداخل اش كاين واش طاري وهذا كيعرفوني غير انا. دونك قلت خاصني نحط شي الترناتيف خاصني نحط شي حاجه. هنا كنقول لك حسن الصدف علاش كنت كنركز عليها كنقول خاص يكون الواحد يبني نيتورك ويبني علاقات مزيانه مع الناس ويبني علاقات تكون مخيره مع الناس باش الامور ديالو تيسر. كنتفاجئ كيجيني ابي من عند من من عند نبيل عمار ديريكتور جينيرال ديليغي اكسيونير ديال كاش بلس. قال لي شوف انا خدمت مع هاد سبيد بوكس من 2015 ما داروا حتى حاجه. نهار جيتي نتايا داكشي بدا تيطلع وخدام انت كتميتريزي اش كدير. حنا اجوردي بغينا نلونسيو شي حاجه بحال هكا. قلت له امين اش عندكم واش كتفهموا شويه في فهاد الشيء. شوف حنا ما كنعرفوا حتى حاجه في هاد الشيء احسن حاجه حنا فين يكون معك شي واحد كلير بحال هكا. حنا خدمتنا هي ريحه خير شكر هنا ريح قريب خدمتنا هي الترانسفير ورقه الدخول. هذا جا الدراري مع الطاعه عطوكم الدراري عطوهم الصوره ورجعوا. هو الدراري الله جا جا مع الطاعه يوتيوب يوتيوب كان حاضر كان حاضر والله اخي تيصدمني اصاحبي باش كيتفرج في اللايف الواليد ديالي حافظ اللايفات وكاين الاستاذ الاستاذ عبد الجليل هو هنايا. المهم الدراري غتجيب لينا الزاويه ان شاء الله. سي ايوب حتى هو مرحبا بك اخي ايوب اجا خير رجعوا للايف. كمل لينا اخي دونك قلت لك اخي عيط ليا قال لي بغينا نلونسيو شي حاجه. قلت له شوف انا امين معاك من الاول حتى الاخر وندير معاك تشالنج هو انه عام ولا عامين نردها اكثر من داكشي اللي كانت كدير ديك الشركه ونردها كتخدم ترجع كتقارع الشركات اللي عندهم 70 عام و100 عام ديال ليكزيستونس هنايا غير تيق فيا تيق فيا. قال لي شوف الثقه كاينه شوف لك شي قنت في هذه الشركه هذه شوف شي بيرو جلس فيه عندك جميع الصلاحيات بدا. مشيت دخلت ورقه بيضاء وستيلو ما كاين لا كليان لا كوليا لا سيستيم لا رويضه باش ليفريو لا والو ديتيها من الزاف كاينه حتى حاجه. الحاجه الوحيده اللي كانت عندي هو ان هذه الشركه عندها ريزو عندها دي زاجونس هذه هي الحاجه الوحيده الكابيتال الاول اللي كان لا عندها ريزو. وثاني حاجه ما يوقعش لي داك البروبليم. وثاني حاجه وثاني حاجه اللي انديريكتومون مزيانه هو ان تهنيت من المشكل ديال السي او دي حيت هذه شركه ديال الترانسفير ترانسفير حاكم البروسيس ديالها ديال هو السي او دي. دونك الناس رزقهم في الامان ما كاينش فيه الاشكال. جيت بديت هو يلا غادي نبدا. بدينا قادينا واحد السيستيم خديناه تيستيتو قلنا امين غنبداو يلا غادي نقول بسم الله. هو جينا من الشينوا هذاك الاستاذ اللي سد علينا في الديور كوفيد
قال لي الماتش بداش قال لي لا لا ماشي اليوم اخي غتبداو غتبداو من بعد حيت غنسدو عليكم وهذا انا قلت ناخذ الريسك حيت في الاول الكونفينمون بان لي الاي كوميرس بدا كيطلع ولي سوسيتي د الشيبين بداو تيخدموا قلت يا غنغامر اللوح دابا ولكن انا باقي ما معروفش ما كي غنتورني ولا يقدر يطرى شي مشكل اخر وهذا الشيء طول ونلقى راسي في شي اشكال قلت كالم داون ارتاح سال الكونفينمون لو برومي اوت بدينا كليات الاولين مشيت درت لهم الراماساج انا عبد ربي كنمشي عند الكليان كنهز كيقول لي شكون انت كنقول انا هو المدير ديال اللعيبه كيقول لي كتهز الكليات كنقول ليه اه وشكون بغي شي يهزهم دونك هزيناهم واليوم تبارك الله رحنا خدامين وصلنا لواحد السطاد اللي مزيان فتنا داكشي اللي كنا كنديروه في سبيد بوكس الناس كيتيقوا فينا خدامين معانا او يخرج ليا واحد الجنه وثاني واحد اخر كنت غا دايز من حدا البيرو ديال المدير في كاش بلس كيبان ليا السي توفيق اللي غتستضيفو هنايا نهار الاربعاء توفيق مول النخله الله يجازيه بخير اييه جلس كيهضر مع المدير على شي حاجه بيناتهم في كاش بلس هذا بدو كيهضروا على الاي كوميرس قال لي راه لونسينا شي حاجه ديال الشيبين وراحنا خدامين غير مدرقين باقي ما بغيناش نديروا البوز وهذا قلت له سمعني انا اش باغي ندير ديك الموتيفاسيون ديالي ويقول لي الشاف قال لي كتعرف واحد السيد سميتو الغيساني قلت ليه لا ما كنعرفوش قال لي انا نعطيك نمرته وعيط ليه وقول ليه هاد الهضره اللي قلتي ليا هزيت واحد النهار التليفون وقيلا كنت طالع للدار وما كاينش وقيلا المدام ما كانتش في الدار وما عندي ما الدار ونقول نعيط لواحد السيد بيتشيو عليه على ما تجي عيط ليه لقيتو حتى هو تبارك الله ماشي من العكس جاب شي حاجه على يوكان ولا قال لك يلا الغيساني قال لي يوكان قال لي الغيساني يوكان عيط ليه قول له هادشي عيط له كنت انا كنقول غندوي معاه واحد 10 دقائق غالبا الا كان انسان متفتح غايقول لي واخا دابا نعيط لك وغيصيفطني والا كان انسان زعما باغي كيهمو هاد الدومين غادي يكمل معايا مشينا كنهضروا ساعه د المكانه من بعد هو يقول لي دوز لعندي البيرو تاسمين لي وراه دزت عنده البيرو ومن ديك الساعه شفتي وكان ومن ديك الساعه هو كيضرب ليا فيك الابيات الشعريه خاص شو تعرف اول مره تلاقيتي انت وياه شنو جا قال ليا بحال هكا بواحد الوقت تقول وانا صحتي تلاقيت مع واحد الصاد بحال دابا مريح الله يرحم بحال هكا قال ليا تقول انا مريح مع راسي حتى هو ظهري وكدا هو وتلاقيت انا وياه بقينا كنكسيري وكنكسيري وكنكسيري قال لي هذا اخي شوف نقول لك واحد القضيه اللي عشتها هو انه الناس خصهم ياخذوها كفكره راه ملي كتكون غادي يلا غتبدا كتسمع الميم بزاف ما غتقدرش ما غتديرش ما غتصدقش واش صدقات اللي قبل منك واش هذا وخليك ملي كتبداو كيبدا شويه داكشي يبان كتبدا تسمع واحد الجمله اخرى وايلي تمال واش دار كاع وايلي شحال كيدخل كاع صداع الراس وهذا ولكن خاصك تزيد تابر وتدفع علاش حيت ملي كتزيد تكبر كيجيو لك ناس اخرين وحده اخرين شاركس القرش كيجي تيقول لك هذا الشيء خدام بغينا نعرفوه بغينا ندخلوا فيه بغينا نصنعوا كتولي انت ستار كتولي انت هذا ولكن راه هادو فيهم انواع انا الحمد لله ربي يسر ليا وقال الدعاويد الوالدين حيت هذا الشيء رضا الوالدين اللي كتوقف فيه هو انه ما عمري ما تلاقيتش مع هذوك مصاصي الدماء فين فاير زعما انت فهمتيني دي اخر القصه ديال داك السيد اللي جا عند ديك النهار داروا بيه الباد شارك دونك انا ما جاوش عندي الباد شارك حتى نتلاقى مع الناس اللي كيدفعوا بك لقدام وتيشجعوك ولكن خصك تنجح خصك تبين لهم ان ديك الميم اللي سمعتيها انا باغي واحد السؤال انت ديما كنتي كتقول ديك اللعبه ديال راه الواقع تلاقى مع ناس زينه ولا انت كنتي كتقول تلاقى مع اللي يشفرك على حقاش انا كنقول هذا اللي تيقول كتلاقى مع اللي يشفرك تيوليتي اتراكتي هذوك الناس متفقين انا نقول لك فاش 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 خرجت من 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 الوظيفه كنت كنقول غنخرج للغابه وكنقول في الغابه اول وحدين كيخرجوا لكم هو الدياب قلت ها هذه في الاول وقلت غنتعرض للعض والضرب والجرح وهذاك الشيء كامل غنتعرض ليه ولكن خاصني نعرف راسي واش كابابل انني نواجه هذيك القضيه ولا لا ولكن مني خرجت لقيت هذاك الشيء اساطير الاولين
عاودوا لي راه المشكله راه هي هذه كاين داكشي ولكن ماشي ما يشدوش الواحد يبقى يدوي فيه ويعمل ولقيت ان 90% ديال اللي قالوا لي لا غتخرجوا كاينين الصابه وكاينين هادو وكاينين هادو لقيتهم اصلا ما عمرهم داروا شي لعبه من هادشي ما عمر والله ما عمر مشى للغابه انت فهمتيني ما عمره دخل هذيك المدينه الكبيره يعاودوا ليه الغابه فيها الفلوس وباش ما يمشيش كاع يضرب شي الغابه قالوا له عندك راه كاينين الجنون تما متفقين دونك انت فاش كتدخل والله الا كان عندك انت كتامن بالبروجي اللي باغي دير كتامن بالهدف ديالك اللي باغي توصل ليه مزيان مع النيتورك اللي انت كرييتيه بوزيتيف انرجي كتكابيتاليزي على الاكسبيريونس كاع لي زيكسبيريونس ديالك كتكابيتاليزي عليهم ملي كتبدا هذيك الطريق كيوليو يجيو عندك اوتوماتيكمون الناس اللي هما كيشوفوا انهم الا مشاو معاك غتربحوا بجوج وي حيت مصاص الدماء في الاخر راه كاينين عقود راه ملي كتوصل معاه حتى الاخر لهداك الشيء ديال اجي نيغوسيو تيقول هذا فايق ما عندنا من شتي ديك النهار هذاك الصاط اللي استغلوه مصاص الديما حتى واحد ما عنده معاه كونتر انت هادشي اللي قلت لي لانه مصاص الديما الصاط ما كيزنيش ندير كونتر انا هنا لافونتاج اللي كان عندي هو علاش كنقول بنادم خصك تتعلم لافونتاج اللي كان عندي هاد مصاص الديما علاش انا ما كان كيصور من عندي والو حيت في 10 سنين في الوظيفه كان عندي الهدف هو نتعلم كيفاش كتخدم مؤسسه دونك كنت كنعرف شنو هي كونتر كنعرف شنو هما لي كلوز ديالها كنعرف شنو هو القانون كنعرف واش داكشي اللي كنديروا ليغال ولا ماشي ليغال كنعرف دونك ما عندي شويه المناعه ماشي كنجي كنسمع غير ودينا لهذا ودينا لهذا ودينا لهذا زعما في الباركور غتلقى سمعتي هذا نصبوا عليه سمعتي القصه سمعتي هذا الجوليس سمعتي القصه وكتعرف شنو هو المشكل اللي دار انت كتعرف المشكل اللي دار كتقول هذا كون كان مغيز وريقاته ومغيز المسائل ديالو ما يطراش في الاشكال حاجه اخرى واخا يطرا خي واخا تبان لي طرا شي حاجه خايبه راه مزيان باش تمشي تكمل عاوتاني ماشي باش يقول تبقى تشكي وتقول صافي نهايه العالم شوف خا ديك القضيه اللي كتقول لي ديما ديال العقليه الامريكيه فيس العقليه الاسيويه وهذه نقول لك انا مني كنت انايا كنستعد انني نخرج البريفي نخرج للغابه اللي فيها لا كونكورونس وفيها هذا خديت واحد الوقت اللي قريت فيه بزاف الكتوبه شفت فيه بزاف ديال الكالتشرز اش كيقولوا ستيفن كوفي لي زابيتود دي جون كي ريوسيس قريت كتوبه ديال سميتو لو ستراتيج قريت بزاف ديال الكتوبه اللي كتفهم فيهم شي حوايج كتفهم انه كاينين دي دومين انا نقول لك كنرجع ديما لذاك القانون ديال انك ما تديش ديما على ديك 2% اللي ربي صانعها باش تنجح في واحد المجال ما تديش عليها ما عمرك دي عليها دي على 96% اللي فيهم شي وحدين قدروا ينجحوا واخا ربي ما عطاش لهم بالفطره راه نقول لك تقاتلوا عليها في الدين ديالنا عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل الاسلام من مور عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق من مور 6 شهور ولا غير باش ما نعطيش شي انفورماسيون مغلوطه من مور واحد المده هو اللي تولى سريه السلاسل في الجنود ديالو كان ابو بكر وعمر يعني اللي دخلوا الاسلام قبل منه دوزو ولكن هو الله مصايبو القياده هو قيادي مصايبو الله هكاك ما يمكنش تاخذو انت كموديل حيت هذاك مصاوب من عند الله راه بحال فاش كتهضر على ميسي ورونالدو واحد من عند ربي لا كيشتغل لا الاخر هما ما تخدمش على راسو كل نهار ولكن خا ميسي ورونالدو راه تيخدموا كل نهار بيان سور راه حيت الفريق راه حتى هو ملي ربي مصايبو هكاك نصايبو المنصيب ولكن باش يجيري راه خصو يخدم على راسو كل نهار حيت الوقت كتبدل ولكن وكاينين عاوتاني واحد 2% خصك تيفيتيهم في هذاك الدومين ماشي اون جينيرال هما واحد جوج مصايبهم الله ما عمرهم ينجحوا فيه راه ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان كيقول فيه الرسول عليه الصلاه والسلام كان كيقول راه ما كاينش امن ولا اصدق من ما طار في السماء ولا ما شاف فوق الارض من ابي ذر واحد النهار مشى عنده قال لي يا رسول الله وليني كاين الخير عطيني منصب عطيني شي منصب بيت المال ولا شي قال لي يا ابا ذر انت لا تولى على اثنين وانت فيهما يعني واخا تكونوا جوج ديما الثاني اللي غيحكم دونك حتى ربي ما نصوبكش المنصب هادو خاصك تعرف ان في داك الدومين اللي انت فيه
كاين واحد 2% سد لانتوكس هذوك مصايبين غيتيريوك لتحت. دونك انت سير مع السكسس ستوري. دابا انا علاش كنجي موتيفي لهاد اللايف؟ حيت سيمو الله يعطيه الصحه جاب لكم دي موديل وجاب للناس كاملين دي موديل ديال دي سكسس ستوري اللي ما داخلينش في 2%، داخلين في ديك 96% اللي خدمات على راسها ومالت عند 2%. دونك خاص الواحد الا كنجيب لهم شي شباب ما كيبانوش، ماشي داك اللي قلت لك انا فيسبوك عندي فيه امي واحد عنده امي واحد وانستغرام حلو البارع ياك مزيانه كنجيب لهم الندره اللي ما عندهاش مع الميديا والبارع. وانا مني مشيت كنكتشف كنقول بلاتي دابا ميريكان الدراري الصغار اش كيوريو ماشي راه كانوا متقطرين بالميريكان. ميريكان كيجيو كيوريو للدراري الصغار سبايدر مان وكيوريوهم المارفلز اش كيعني داك الشيء؟ هذوك كاملين كيدخلوا لهم لعقلهم انه نهار يطرا شي مشكل في هذه الكره الارضيه خص يكون جاي شي واحد جاي يمشي كوكب اخر ولا عنده شي باور ما عرفتش كيدايره ولا ما عرفتش كيمصنوع هو اللي غيعتقنا كاملين. اما حنا ضعاف اما حنا ضعاف وخارج من ميريكا اما حنا ضعاف خص تعضوا شي شني ولا شي سبايدر ولا شي لعيبه. المهم ومني كنمشي نشوف اسيا كيبان لي دوك لي مونغا ديالهم وهذا فيهم تقريبا نفس الاستوار كتعاود. واحد كيكون جالس كيبان فاشل في الاول ما تيصلح لتا حاجه ولكن كيتلاقى مع واحد لوبستاكل كيخرج كيمشي كيتريني كيديفلوبي واحد السكيل غاكي الملكي وما عرفتش شنو داك العجب كاع اللي كيديروا حتى همايا. كيتلاقى مع شي مينتور كيزيد يتريني به كيرجع لذاك لوبستاكل كيدقدقو كيدوزو معاك واحد 100 حلقه كيجي اوبستاكل اخر تيمشي تريني واحد اللعيبه اخرى تيجي لك فورم اخرى دونك كيدخلوا الدراري الصغار انه راه هذا هو السيكل غتبقى غادي غتلقى اوبستاكل سير ديفلوبي راسك فكره سير خدم على راسك سير شوف شكون هو المينتور اللي غيعاونك ورجع وغترجع لذاك الاوبستاكل وما غيغلبكش وغيجيك اوبستاكل اخر وتلاقى انت وياه كيف ما بغى يكون. دونك هاد حنا كتجي الكولتور ديالنا كتلقى فيها تقريبا نفس الكونسيبت اللي كاين عند الاسيويين كاين عندنا في الدين في المجتمع كاين لا سوليداريتي كاينه تحمل المسؤوليه من الصغر راه علموها لينا والدينا. ما كاينش شي واحد داز هنايا وما قالش لك انا والديا راه كانت الوالده ربات بيت وكنا حنايا دراوش وكنا هادي صافي دير كنت حتى هو كان كينظم شي للسوق تا هو كان كيمشي يتقدم مني كان باقي في الكوليج ولا باقي في هذا تا هو كيعرف شكون هو اللي كيمشي يجيب الدجاج دونك كيعطيو فلوس يمشي يخلص الموطو دونك المسؤوليه بدا صغير لو كتبدا سال مشاريع صغير انا عاقل هذاك المشروع هذاك المشروع ديال الحليوات لا ديال البطاطا انا كنا الحليوات حليوات اللعيبات اول مشروع تطيبو في حياتك لا دابا على حسب المنطقه دابا نتوما سلا لا حنا في مراكش بالي فيكو كواد الحلوه عجيبه كرانتيكا لعيبات لعيبه كتمشي مثلا كتسري 3 درهم بطاطا من المارشي وكتجي كتسلقها وكتقردها صغيرة وكدير الحار كدير طبيله وحدها على الحار كيجي بنادم تيشري عندك بجوج دريال البطاطا بجوج دريال البطاطا بريال لا بصح لا كتبدا من الاول كتبني واحد المشروع صغير وكدير البزنس. انا نقول لك نرجعوا علاش عندي في فيسبوك عامي واحد حيت انا فيسبوك كان كيبان ليا كيضرب ديريكت في هاد الكالتشر هادي مني بداش كتكثر فيه التفاهه مني ولي كلشي كيسبح وكتشوف غير الاخبار الناقصه كتشوف انا نقول لك في هذيك القضيه فاش قلت قبيله كنشوف النص الخاوي ديال الكاس مع الوقت بروغراميت عقلي نولي نشوف النص العامر. دونك انا ليستوار ديال الوالدين اللي كنت كنحملهم واحد المسؤوليه في واحد الوقيته بالعكس ولاو عندي مثال المتبارك ولاو عندي شفتهم كيفاش داروا السيرفايف وشفتهم كيفاش بقاو تكونوني وكونوا خوتي وهذا. دونك وليت كنشوف النص العامر في الكاس ما بقيتش كاع كنشوف النص الخاوي فيه البارد. الا سولتيني عليه ما نقول لك حتى شي نقطه نيجاتيف غنتفكر لك غير لي زيكسبيريونس اللي خديتهم. وهنا معاك على هذه القضيه ولكن حتى كتكون دوزتي واحد بيان سور سي لا ماتوريتي الماتوريتي ماشي في بلاد الله كانش والله والماتوريتي باش كتجي تعلم ليرنينغ فاش اي كل نهار طرا لك شي ايفينمون اي واحد جلستي معاه خصك تعلم هذيك قوه التعلم. انا كون خديت كون كاع كون ساليش من البارد وانا نقول قصه وانتهت ونسيتها ونسيت داكشي اللي تعلمت فيها وقلت غنعاود ا زيرو
ما نكونش دابا شكون انا. دونك ليرنين خاصو يكون ليرنين، خصني نتعلم كل نهار، نتعلم من الناس، نتعلم داكشي اللي كندير، نتعلم من الكتوبه، نعرف فاش كنتفرج، نعرف فاش اش كندير. انا فيسبوك ملي كنشوف فيه داكشي كنقول الكالتشر ديالنا بداش كتنسى، الوغ كو عندنا فيها اساسيات. عندنا فيها اساسيات كتفدرين اللي كثار من ديال الاسيويين فيهم فيها ديسيبلين. نقول لك مش الا بغينا ندير مقارنه بسيطه، الاي كوميرس عنده 5 د الاركان ساهلين، عندك ستور، عندك الادز، عندك الشيبي، عندك البيمو، وعندك البرودو. 5 د الاركان بحال الاسلام، حتى هو عنده 5 د الاركان. الاسلام عجباش. شوف في الاسلام كاين الحج، هذاك بس زوين حيت مكتوب واحد اللي من الصفاء الى سبيلها، الزكاه والصوم باش مزيانين كيجيو مره في العام اللي يقدر عليهم. الشهادتين هي اسهل حاجه، الصلاه سي ان طرافاي كوتيديان. دونك هو لو بلو بينيبل. فهمتيني؟ دونك حتى الا جيتي للاي كوميرس غتلقى الادز بالنسبه للناس تيقول لك انا لونسيت الكامبين، وهو راه فيسبوك اللي دار الخدمه. واش فهمتيني؟ حيت الفيسبوك تيدير لك الخدمه اللي تيديرها ان كوميرسيال. اسمع اخي تيمشي تيجيب لك الكليان. لا راه فيسبوك اللي دار كوميرسيال. كوميرسيال كيمشي كيجيب لك الكليان. فيسبوك تيدير لك نفس القضيه، تيعطيك واحد لاباس. دونك ملي تيجي تيقول لك انا درت الكامبين، هو بالنسبه ليه راه داير لاكومبليسمون. و 90% ما غيديروش الخدمه اللي كيديرها ايوب. علاش؟ حيت ايوب هذاك الركن داروا نهار وجوج وثلاثه وفهم الالغوريثم د فيسبوك كيخدم، وعرف كيفاش غيدوز ليه باش داك الكليان يمشي يجيبو لك في بابي كادو مقاد. دونك ما سي با غير درتي الحاجه راه غتصدق، خاصك درتيها واش درتيها مزيان، وباش ديرها مزيان والله ما عندك شي حاجه من غير كل نهار. شوف واحد الله الا باقي عاقل، مشيت للتايلاند، تسجلت في المواي تاي في الاول عطاني حركه وحده، قال لي انت وقف هكا لاكارد ضرب طق طق، تصور ضربت الساعه اشنو داير، دير زد 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 زد، تيجي خونا تيشوف فيا تيقول لي لا زيد ضرب. تصور اصاحبي ضربت النهار الاول ساعه، مشيت كتافي دار راني مشتت وانا نخبر واحد اليومين، رجعت قلت له شنو ندير اليوم، ويقول لي جينا بقى ضرب، وانا نخبر واحد السيمانه، قلت هذاك خونا صاحبي كيتجي لي رزقي كيتفلى عليا. جيت عاوتاني قلت له راجل نعاود نضرب ضريبه عنده، مشيت عاوتاني ترينت الحصه الثالثه والو، فهمتي تنقول لها اجي نضربو برجلينا ولا شي حاجه، تقول لي شوف عاودي هذه الحركات راه ما كديرهاش مزيان، وتقول لي ها انت ضرب هكا وضرب هكا ضرب هكا ضرب هكا. عرفتي الحصه الرابعه وليت كنحس اخي عاد باش كنعرف هذه الضربه هذه ديال هكا وهكا، راه خاص داك الجهد ديال رجليك مع سميتو مع الدعف، عرفتي وليت كتسمع هذيك الدعف ولا عجبني الحال، عاد قلت الصاب راه خونا هذا فاهم اللعبه لا انا ما فاهمهاش. قاص كنضرب الساعه الاولى، النهار الثاني ساعه، النهار الثالث ساعه، حتى النهار الرابع تشافني كنضرب مزيان ويقول لي مزيان، واجي دابا غادي دير لاكارد بحال هكا ضرب طن طن، وغادي ترجع وغادي تضرب من تحت هكا الدعف، واحد اللعيبه كتكون عندها خاص تضرب هكا. وجلست تما يا معلم شي سيمان، باق باق عيان عاود، باق باق عيان عاود. عاد وليت واحد الوقيته كنت باغي تخلي ضارب والايكوميرس، باغي تخلي ضارب والايكوميرس. انا كتجي كنا ماشي يقدر شي واحد يجي يقول لي نخلي ضارب والايكوميرس، يقدر خير هذا شفت نقول من هذه يقدر انا نجي بحال هكا، راه حتى انا راه ضربت اصاحبي شنو راه انت كما كتضرب راني كنضرب يا راه هيتي غير تخيل انت راه كيما. دونك انا تنقول لك بقات في هذوك الاركان اللي كتحاول تبني عليهم، الا ما عرفتيهمش في الاول صغر راسك وسير تعلمهم. انا في البروسيس ديالي كامل ديال ليرنين تعلمت من عند ناس، وتعلمت من عند باقي كنذكر سمياتهم بالخير اليومين هذا، وديما تنقول هاد الناس عندهم فضل عليا. ذكرتي بزاف كيف ما تنذكر الفضل ديال السيمو حيت وراني الاي كوميرس. انا دخلت واش قريت الدورات ديالو كاملين، شحال من حاجه. شوف والله الا قريت الدورات ديال كاملين وتصنت لهم كاملين وتعلمت منهم بزاف على الاي كوميرس، اللي انا كنت عندي عليه فكره سطحيه. دونك في الاخر اش كنجي كنقول للناس خصنا نخرجوا من ديك العقليه ديال المقامر غنقمر. دابا اوجوردي كتلقى بزاف ديال الناس كيتيقوا واحد الفيديوهات كيلقاوهم في يوتيوب، وتيلقاهم سيد لين توكس. انا ما عنديش شين يوتيوب، ما عندي والو، انا غير تندخل مستمع.
دونك انا داير من الكرون بوبليك كتلقى كيف تصبح غنيا في 3 أيام ودون راس مال فهمتي دون راس مال بصفر درهم فهمتي تيقول لك شوف تيجي تيقول لك طفى طام لا تضرب البنك صافي هادشي اللي كاين كيف تصبح وما نعرف شنو هو اطارا في النواوي دون هذا ابواليات مش اطار الدره شوف تيقول لك لا بصح ولكن شوف نكونوا واقعيين ملي كتدخل كتشوف بحال دوك الفيديوهات كيزيدوا الناس كيقول لك لا حنا فاش كنا هنا في هذا اللايف داك النهار سيمو قال واحد الكلمه قال واحد كيدخل كيقمر على واحد الكريبتو غادي يخرج لك شي عالم ديال الكريبتو يقول لك لا الكريبتو والان اف تي ماشي مقامره قال لك اخي علاش قلت علاش دويت على الان اف تي الان اف تيز ماشي قمر واش انا قلت الان اف تيز قمر حنا ما تنهضروش كاع حنا تنهضروا على هذاك اللي ما خداش الوقت يمشي يفهم شنو هي ان اف تي ويمشي يفهم شنو هي كريبتو هو تيليشارجا واحد لابليكاسيون فيها الكريبتو سمع الخوت كيديروا الفلوس من الكريبتو حتى هو جات وقال سيت سنا غتولي تساويها 75 مليون دولار ويمشي مع ايلون ماسك للقمر صح ما كايناش كيتمشي ليه فلوس اللي حط وكيرجع عند مولين الدار تيقول لهم شوفوا هاد الشرا شوفوا كيف دايروا لقاو معايا شي حل هذاك هو هذيك هي عقليه المقامر انا ما خرجتش من البريد حتى حاولت نفهم واش مني غنخرج غنطيح على رجليا ولا غنطيح واقف ولا غنطيح على كلشي وحده فيهم نهار عرفت ان سبيد بوكس كانوا فيها المشاكل قلت فاش غنخرج من هنا خصني نخرج واقف ماشي نخرج ماشي تجرني معاها وتغرقني وضعت خصني نخرج واقف دونك حاولت بلاني في الماكسيموم راه الا ما سببتيش الله ماشي يعاونك زعما هذه القاعده خصك دير السبب والسبب باش ديرو كيدار في شاك سكوند كل ثانيه شي دابا الا كنتي جالس في هاد اللايف تفكرتي حتى جمله تقالت فيه عندك اشكال كبير خاي كاين شي ناس تيعجبوني كنسالي اللايف يبقى تيصيفطوا لي الورقه شنو كتبوا فيها شنو استافدوا واخايلا سامثين كريت كتعجبني كتقول راه حنا مدراسه حيت انا نقول لك الا جينا نهضروا على لي سوكري هما اللي كتلقى دابا كاينين دي سكري اللي انا كيبان لي عبادين ديال الله تيقول لك يسبب وانا معك بعدا دير انت السبب دير شي بيان سور تحرك ودابا هما تيقول لك لا راك دا شحال من مره تيبقى تيجوني شي ميساجات ديال شوف اخي سيمو راه ماشي كلشي غادي ينجح راه ماشي اللي طلب من الله غادي يعطيه تقول اصاحبي ما يمكنش اصاحبي واش نتوما مسلمين راه الله صاحبي راه بحال الناس تيمشي تيطلب من الملك تيمشي تيطلب كاين الله عاوتاني الله اخي راه نيف واش علاش الله يجي يحل في شي حاجه انت طالبه كاع داكشي بالنسبه ليه شي حاجه بسيطه وانت غير الشك ديال الانسان تيقول لك وراه نقدر نطلب من الله صاد هنا تبقى شوف هنا نقدر ندوي على الايمان واش بغيمو مامن واش انت معانا راه يطلب الله صاحبي الله راه يحطها شوف انا كنقول لك نهار خديت وقت باش نشوف انه هذيك الشركه ديال الشيبي اللي انا خدام فيها كان فيها الاي كوميرس والو وبدا غادي وكيطلع وغنفهم انه سي ان بيزنس جاي موجه جايه خصنا نركبوا عليها مني تلاحيت ليها بالحوايج ديال البال وهذا من موراها جا سيمو كونفيرم ليا انه راه ما كنتش على خطا اي كوميرس جاي ولكن الموجه كبيره والموجه يعني كبيره وانا وانت وباقا تزيد تكبر واحد 100000 وباقا تزيد تكبر وباقا بالعكس عاد ولات دابا زوينه لا ولافونتاج سي كو دابا في 2022 تبارك الله الدراري جاوبوا على بزاف الاسئله اما انا نهار بديتو في 2017 وهذا ما كانش الجواب على دوك الاسئله كاملين فهمتيني لا كان كيهضر على الايكوميرس كانوا الدراري تيبارطاجيو ولكن كما قلتي ما كانوش الاجوبه كانت الهضره كاينه الايكوميرس زوينه هادشي راه فيه فلوس كذا ما كانوش لي موديل ها انت فهمتيني ميتنو حنا وتنشكر على يو كان بزاف وحتى ملي بناو ايكو سيستيم بني على ادس بوان ام ا مع ايوب وبناو ايكو سيستيم بني على كاش بلس في البيمون
وغيبنيو سيستم ديال الشيبين ان شاء الله، وغادي يبنيو سيستم مبني على البرودوي حيت هادي جايه ان شاء الله. عام خلى لكم الاستاذ مبني على البرودوي. فضحوا فضحوا خير راه بحكوا على هو ما فضحناش. انا جيت نسيها شارجي راه صاحبي كان محطوط غالي كنتي شكون راني كاع ما جالس هنا دابا استعجلتي وليتي جالس هنا ورمضان كامل تولي معنا جالس هنا. مرحبا بك اخي راه الله يحفظك. الله يخلي الدراري كتعجبهم بشحال من واحد كيجيب لنا رياضه جيب لنا رياضه كيما جات الفكره خير باش تكون معنا. قلتها نهار الحلقه ديال زاهد حيت انا كندوي من قلبي، مني كتبيتشي من قلبك وكتهضر في شي حاجه سينسير كتوشي الناس كتوصل. انا باش نرجع لك لهذيك النقطه ديال ديما كنشوف النص العامر في الكاس سيمو نهار الاول عاودوا لي عليه كنت باقي ما كنعرفوش، قال لي واحد خونا باك ديال العياقه خونا تالينا داك الشيء ديال مراكنا بغا يديروا لينا في المغرب وما نستناو هذا والبوغاتشي والطيارات والنواوي شوف الحد في القلب الحد في القلب ولكن فهمتيني. ولكن انا هذيك الهضره قسما بالله نقول لك كتاخذ في ودني شي جوج ثواني حيت ديما كنمشي كنقول شنو السر كاينه شي حاجه. مني لقيتو كيدوي على الاي كوميرس فهمت انه ديك الموجه اللي كنت انا فاهمها راه هو ريزولطا ديالها تكون فيها راه تكونفيرمات راه هو ركب عليها وسالينا. دونك هاد شوف النص العامر في الكاس خصنا نترينيو عليها تجيب لونطريمون صراحه حيت الا ما ترينيتيش على تشوف النص العامر في الكاس في والديك في لونطوراج ديالك في دارك داكشي اللي بيني فيك ما عمرك غديتيكتي لوبورتونيتي حيت بحال كتشوف داكشي اللي داير بك راه هو اللي فيه لوبورتونيتي. حنا تنقولوا راه حدا جنابك ولكن انت داير نظاره الشمس ديال طه حسين كتشوف حتى شي حاجه لا ومركزي مع راه ما كايناش واجب ما كايناش واجب ما كايناش واخا شنو اللي كاين راه ما كايناش متفقين. دونك النص العامر في الكاس خاصك تبروغرامي راسك تعرفو ملي غتشوف راسك عندك شي حويجات وباينين لك وزوينين شويه كيبان لك راه ناس اخرين يقدروا يعجبوهم. ملي كيولي بان لك هذوك الناس اخرين يقدروا يعجبوهم تما كتبدا الفكر تما كيديماري البروجي. دونك في الاخر اتس اباوت مايند سيت في الاول طريقه التفكير ديالك طريقه التفكير ديالك خصها تكون ايجابيه خصك تكون كتريني على تتريني براسك على التعلم كتريني براسك انك تحيد لي فرونتيير. انا قلتها لسيمو داك النهار راه كل واحد فينا فاش كيجي يشوف شي حاجه بعينيه راه ما كيشوفهاش بهكا ما كاين والو بينه وبينه راه كلنا شي بحال شديتي يدك ودرتيها قدام عينيك وباغي نشوف في الغيسان ما غنشوفوش مزيان ما غنشوفوش حقيقه. علاش؟ حيت هذه يدي هذه اللي كتشوفها قدامي هذه التربيه ديالي وهذا الدين ديالي والثقافه ديالي وهذا المشاكل اللي دزت منهم وتنصبت اللي وقعت ليا في الحياه وهذا العنب اللي ما صدقش ليا وهذا فهمتي بزاف ديال لي فيلتر عندي اللي حاطهم قدام عيني النهار كامل هما اللي كيخليوني نشوف. خاصني اول حاجه نعيد فيهم النظار خاصني نبدا نحيدهم هذا بلوكاج هذا باش يلا تتضح ليا الصوره. وهذه خدمه خصك ديرها على راسك سان طرافاي كديرو على راسك هي صح ماشي ساهله ولكن المهم الواحد تنقول غير الواحد يعرف يعرف ان كاين عنده مشكل كاين عندي مشكل دونك اجي نبدا خايبات تقول لك انا عارف فاهم باقي ما عندك شوف راه قالها لشقر داك النهار خصك تعيق بالمعادله وتقلبها تعيق هو الاول باللي كاينه واحد المعادله وعاد تقلبها ما تنوح حنا جينا وقلنا 2022 الله يخرجها بسلام امين اللهم يخرجها بسلام حيت حنا بغينا نسهلوا الحياه على الناس كاملين اللي بغاو يتلونصاو في الاي كوميرس وبغاو يديروا البيزنس اونليني. البارح غير لونصينا فكره لونصاوها الدراري على يو كان باي الله يعطيهم الصحه شيبين تا هو يلاه لونصينا غير الفكره ديالو ولكن زعما انا في قراره نفسي حيت انا داخل في الديتاي وعارفكم الدراري شنو كديروا كنقول لكم
غنريبو لا لا غنرونو غنرونو شعار ولا اشنو ما بغاش يقول لك النافذه من البيت غنرونو لا والله لا خير لدرجه كنا كنقول انا والغيساني خاص من بعد تلقانا كبار في عمرنا واحد 46 عام وغادي نحلوا شي هولدين سميتها نرونو شوف نرونو هي تضمين راديكال تشينج شنو كنسميوها ديسربشن ياك خير شكر يعني ما تبقاش غادي بداك الموديل العادي اللي صافي كلشي ولفو كلشي شوف حيت ملي كتلقى واحد الدومين 70 عام ولا 80 عام باقي حاكم واحد القانون التاريخ اللي فيه 1923 صافي دير كاينه اون اوبورتونيتي من واحد ما يقولش واه تا صاحبي هاد الشاشة بالروينه هادي واخا دوز اخويا قد عليه قلنا انا شفتها معاك قبيله قريناها في لي كومونتير حنا فاش كنهضروا على الاداره وكنقولوا وانا خير مثال ملي دويت لكم على بريد المغرب كشخص ملي هضرنا على الاداره فاش كنا كنقولوا الموظف تيغاليزي ولا هذا وغي ميكانيك وباد اكسبيريانس وتجربه خايبه وهذا راه ما كنحكموش على الاداره بيان حنا كنعطيو غير البيرسيبشن ديالنا اكسبيريونس دوزناها تما وهادشي اللي عطاش اما حنا ما تنحكموش عليها تنقولوا خايبه ما ولا هذا حنا تنقولوا غير ملي دوينا لا 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 حنا اللي دوينا كاع تندوب واحد النيه زوينه ديال بغينا حنا ماشي داك خونا اللي مريح وتبدا تيهز الحجر وتيزف تمشي على حقيتاش هذاك عاوتاني تيكون باب واخا خونا خايبه واعطي شي حل بحال البارح قلنا لي ستي العام الاول ديالها زوين العام الثاني ديالها يا خاصي شونج ما قلناش التجربه التجربه كاملين وهادشي مراحل تهضرنا لها تقريبا 10 سنين باقي نفس لي ستوخ كتعاود ما متفقين تقول راكم كيكون في المساعي الفلسطينيه ناخذكم تيكون هي 5% ديال التغيير كل عام غنكونوا تبدلنا كاملين غيكون كلشي تبدل والتغيير ما تيحتاج شي حاجه اكسترا اوردينا التغيير تيحتاج غير نشوفوا هاد السيده اللي تنخرجوا من ليستيا نهضروا على البارتي ديالنا حنا اللي هي الديفلوبمون ملي تيخرج من الدومين المارشي واش داكشي اللي قريناه في ليستيا تينفعوا ما تحتاجش شي حاجه اكسترا اوردينا حنا تنقولوا باقي تنعاودوها راه لايس بي مثلا اللي تنقريو في الديفلوبمون ديال ليستيا راه ملي تدخل تلقى نقدر نقول واحد باش من اكزاجي باش من نقدر نقول 10 الشركات ولكن راه 1000 شركه باغا البي اش بي علاش ما تقريش البي اش بي لا لا واحد السيد البارح كتب لي اخويا السي مو حنا راه كنقراو دابا البي اش بي البارح وفرحت والله تفرح انا راه حنا قرينا غير ديك القرايه كتفرق راه لايف بي كتقرا فيه واحد السي مو ولا مرحبا دي موديل بي اش بي كيجي الباكاتر تيقول لك راه كاين واحد لا لا هذا كتب لي ميساج قال لي اخويا السي مو هذا العام هذا راه راه اللي قبل منا ما قراوش الباش بي هاد العام هذا ركزوا لنا على الباش بي والحمد لله والله الا انا قريت شوف اخر ميساج قريت البارح قبل ما نعس ونعست فرحان قلت الحمد لله كنت تقول علاش هاد الروضه هادشي راه لا وتتمنى تكون في ليستيات كاملين ماشي شي 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 لا واش علاش هاد الروضه شوف حنا دابا كنقرب في 2022 عاد كنقريو نقولوا هاد الفاك اللي طالعه هي اللي كتقرا بي اش هادشي كان خصو يديماري المينيموم مينيموم في 2015 شوف مين يقول راه عطانا دي ريزولتات احنا باش احنا دابا تنهانيو دابا تنهانيو تنقلبوا على دي ديفلوبور السميات راه كاينين بالالاف تيجيونا كل نهار السميات ديفلوبور راه كاينه ولكن كاين كان اللي عارف شنو تيدير راهم قلال علاش حيت لي زيكو سيستيم فين مشاو هاد الناس يقراو يا اما ما كانوش كيعاونو يا مش ما نظلموهمش عاوتاني حتى الدراري راه ما بغاوش يفهموا بان لوطو فورماسيون راه ماشي مساله ضروريه خاصك تقرا في البقريت دابا ولات انديسبونسابل واخا تقرا في البقريت دابا ولات انديسبونسابل ما كاين لي زيكول هذا غتاخذوا منهم لي باز شوف انا من بعد خصك انت تكمل انا شنو فهمت زعما في هذا الاكسبيريونس ديالي اللي كنبارطاجي مع الدراري اليوم هو انه ببساطه كاين واحد النظام سميتو الدوله خدام هذيك الدوله خصها موظفين بزاف القطاعات باش توفر لراسها هذيك الطاقه العامله دارت مدارس هذيك المدارس ولات كتخرج ليها دراري كيخدموا عندها حيت عند بيزوان ديالها هي محتاجاهم ولكن حيت كاين ليكسيدو تتاليمونتي به البريفي هاكو انا كنفور ولكن المايند سيت الاول الفورماسيون راه هو انا كنفورميك باش تدخل مستخدم تنوريك في التسيير
ماشي نوريكش كيفاش دير الفلوس، ما كنوريكش كيفاش كيديروا الفلوس، ما كنوريكش كيفاش دير مشروع ناجح، ماشي نقريكش كيفاش تنيغوسي لي ديت ديالك. على انا قراوني في المدرسه سير عند الفورنيسور وقول له الله يرحم بالوالدين قسم عليا على 6 شهور، ما قراوهاش ليا، ما قراونيش النيغوسياسيون. كيفاش دار في ان كونتكست ديفيسيل ديال الشركه كيوريوك هما باسكو سي لو بوزوان ديالهم في الاطار الاداري ديالهم كيفورميو الناس كيديروا التسيير كيديروا التجاره كيديروا الماركتينغ لي بوزوان ديالهم، والناس اللي بغاو البريفي حتى البريفي كيفورميو ليه، حيت ما يقولوش لكل شركه سيري ديري مدراستك وفورمي الناس اللي يخدموا عندك. دونك الدوله هي اللي واخده هاد لابار، ودابا البريفي حتى هو ولا كيديرها. صافي دير كو الا كان عندك ان اوبجيكتيف من غير داك البروفايلين ديال المستخدم اللي غتمشي تخدم عند شركه، الا ما خدمتيش على راسك ودرتي لوطو فورماسيون في 2022 ما كاين والو. علاش؟ حيت ما عندك ما تبيع. اوجوردي ما كتبيعش ان سي في فيه سطوره، كتبيع ان سيرفيس. شي انا قسما بالله دابا في 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 في, في جو بلس اكسبريس ولا في كاش بلس كندوز لي زونتروتيان، اقسم لك بالله الا ما كاينش شي سي في قريتو كامل، ما عمري قريت السي في كاع تقريبا. كيدخل عندي السيد حيت انا دوزت لي زونتروتيان عارف كي كيتعاملوا معايا فيهم، اقسم لك بالله الا كيدخل عندي الكونديدا كيقول لي السي في تنقول له حطو تما، تنقول له انا خوك رضا حنا جالسين في قهوه دابا عاود لي نذاكروا على راسك مزيان و تنهضروا تنهضروا خوت كيقول لي انا كنت هنا كما انا كنعاود دابا. هادو هما لي زونتروتيان ديالي. اقسم لك بالله الا كاينين دي زاجون خديتهم من شركات ماني طونسيونير كان كيشد السميك وخديته على ود الاتخ ديالو ماشي السافوار سافوار فير، خديته على السافوار اتخ على شكون هو والشخصيه ديالو. خلا البارح رافع المهم الخفه اما الصنعه ملحوقه ملحوقه والله انا متبتها عندي ناس اللي خديتهم اجون وخدموا معايا وحتكوا معايا وتركريتو في شركات اخرين 9000 10000 درهم الوغ كو السي في ديالو ما فيه والو ولكن باغي يتعلم عنده شي حاجه مطلوبه. اما تجيب لي السي في فيه سطوره انا جيومتريز اس كيو ال وهذا وهذا ما كيهمنيش، كنقول له حط السي في ذاكره حنا في القهوه بغيتي ما نجلسوش في البيرو نهبطوا لتحت كاين دي زونتروتيان كندوزهم بكاسكيطه وبنادم كيبوغي علاش كيحسب له لونتروتيان هو غندخل غنلقى واحد جالس في البيرو من هنايا ودير كرافطه وانا غنجلس من ليه وغندير ربع رجيلاتي وغندير لي يدي بحال هكا غادي يجي لك الغيساني لابسها هكا فهمتيني. ما بقاتش هذه هي الخدمه. الخدمه تبدلات. علاش؟ شوف كاينين دول مبنيين على ليكونومي ديت مبنيين على النظام ديال التسلاف. كاينين جوج لي موديل في العالم كاينه ايكونومي فالور ايكونومي ديت. الشينوا ايكونومي فالور كنكريو لا فالور هي باش كنطور، وكاينين دي زيكونومي واحد اخرين كيتسلفوا ويدوروا الحركه ويعاودوا يتسلفوا ويعاودوا يدوروا الحركه ويعاودوا يتسلفوا. ما كاينش شي فيجن باش ردوا السلف. مي اش كيكريو كون فالور؟ ما كاين والو. حنا اوجوردي في المغرب كنقولوا عندنا الدراري الا لقاو لوينر بروداكت كيجي من الشينوا اوني كابابل نصنعوه في المغرب. عندنا حي صناعي في سلاف عين في تابريكس، عندنا حي صناعي في حي الرحمه كلهم قالوا زينات ديالهم سدوا. واش هذاك لوزين اللي سد ما قادرينش الدراري ديالنا حنا يصاوبوا فيه هذيك اللعيبه اللي كيديروا يشدوا فيها التليفون في الطوموبيل؟ غنشريوها حنا من علي بابا. واش حنا ما نقدوش نصايبوها؟ ما نصايبوش هذاك البرودوي اللي كتجي تحط فيه كتدخل مع الباب تحلو كتلقاه تما كتحط فيه السوارت والتليفون وما شنو لا الصباب واش فهمتيني؟ الصباب عندنا كاباسيتي. كنقول لك انا الحي الصناعي ديال حي الرحمه راه الوزينات ديالو كاملين واقيلا سدو ولا بقيت عاقل ديال تابريك طرطرك وزينات دي متر كاري دابا حيت لقى داكشي كان معتمد على التكستيل على التكستيل الوغ كو حنا اوجوردي عندنا شباب قادر يعاود يبدا تنقول لهم انتم الدراري ركب هذا الموجه ديال التكستيل خبوا عليها الناس ولكن ما يمكنش تبقى خدامه. واش شي واحد قرب الا كون دوك لي زونات ديال التكستيل مشاو للاي كوميرس والله حتى كانوا يحكموا والله حتى كانوا يجي يحكموا موجوده وعندك ناس باغيين يخدموا وناس مفورمين وناس خاصهم غير يشوفوا وعندك ناس خير هذا راه غيمشيو ينعسوا الدراري صافي شوف غادي نسالوا والله بهنايا الخوت تبارك الله عليكم التوفيق لكم صافي شوف غنطلقوا لهم لي كومونتير 8 دقائق معلم
ولكن الصراحه كانت لا والله لا شو شو اخي اه بيان سور راه شي راه نسيت انا كاع على الوقت تدرت انت قلتي الدراري خصني نسعى الدرس اليوم الحد راه جمعوا غدا الاثنين معلم انت اخي قراو لنا التعليقات الدراري من عندكم انا راه انا فهمتي قال لك ناضي اخي ويلا راه جاتي كونفيرم زعما نقول على رضا ناضي الله عليكم الله يعز الشباب الله يحفظكم الشباب غدا غدا شكون غدا عبد الرزاق ان شاء الله الدراري حتى خصنا نصف انا يستفاد الدراري خصكم تجيو كاملين لا حيت هو كيجي كيجيب معاه السي الاحمر كيجي كيجيب معاه السي الاحمر حتى هو تيجيب معاه شي دري صاحب ولا شي حاجه غدا سكسس ستوري قول غدا غدا جايز غدا سكسس الدراري شكرا بزاف استفدنا الحمد لله خا شو اللي كنقلبوا على الناس بزاف ديال الافكار الله يرحمه اسمع اخي رضا اسمع والله الا خير تبارك الله الله يجعلها صدقه جاريه خير من العواش شوف الضمانه تصنع الكونتنت ديال العام نمشيو الدراري يقابلو ونضربو به الحسنات ديال 2022 اشنو غدا الدراري غادي يكون معنا سي عبد الرزاق سابقا كان باعو دابا مابقاش فيه سابقا مول موتور بوين او تباع في الاخر باع ستارت اب ديالو ب 2 مليون دولار جوج ديال المليار غدا يجي يعاود لنا القصه ديالو كيفاش بدا ملي جاب الانفستور جابو من دول اسيا انا خاي ديما مامن ديال دول اسيا اي دونت نو المهم خاي ديما نعرف في اسيا بغيتي ما تضيعش وقتك تطلع للفوق ولا هكا شوف حيت اسيا تيوريوك الطريق اما الموديل ديال الغرب تيقول لك هذه راه عمليه سحريه تيقول لك راه مارفل تيقول لك ما اما الاخرين كيعطيوك كيف كتعلم من عندهم الاسيويين كتعلم كيعطيوك ديماج ضربنا ضربنا الصاميين عشان كل نهار كنعرفوا ناس واعرين جداد اخي راه كنجيب لهم النودر ما كاينش شي واحد فهمت دابا الشكر ما عمره ما بان الشكر راه اول ستوري غادي يدير في حياته غادي يهز الكاميرا ويقول يو جايز راه غادي ندوز مع السي يلا درت انستغرام واللي مراجع واحد ما عمره دار فيسبوك واحد ما عندوش انستغرام كاع ما عندوش انستغرام الله يحلو السوشيال ميديا هذه الله يحلو انستغرام ولد الشكر ما عمره دار ستوري كاع ديال يو جايز غادي نبان مع السي مولاي في الدراير والبارح والبارح اول مره جيب انا نقول لك واحد القضيه انا عاوتاني في هذوك النص الخاوي الكاس اللي كنهضروا عليه كانوا كنت كنسمع كيقولوا لي السيمو ولا راه ما كيطلعش معاه الدراري على ود حيتاش وكيقولها غيبان معايا غيطلع غيبان معايا غيطلع هذا كيفاش زعما زعما انت الا بنت انا حداك دابا رضا انا راه غادي نولي لا نقول لك اخي باش نكونوا ريال باش نكونوا ريال ما كنطلعش معايا اي واحد تيبيع الطوار دابا هما تيجيوش سامتام تقول لي انا قلت له هذاك الشيء لا لا نقول اخي واحد الاكسبيريونس اللي عشنا انا والغيساني كنت صورت واحد الانترفيو مع واحد السيد صديق الى يومنا هذا صاحبي كندوى انا وياه بخير مشى باع دوره صور قبل من الانترفيو صورنا الانترفيو موراه بسيمانه باع دوره انا باقي ما نشرتش داك الانترفيو صور صاحبي لانه تعرفوه صاحبنا وتعرفوه راه صاحب الغيساني كانوا كيجيو عندنا للبيرو القديم في حسان تيقول تيوب انا ما تنكونش لاكطري تيكون غير ثاني تلقاو الناس كيتسناو تيقول لي عافاك قول فلان عطل لنا فلوسنا عافاك راه انا تسلف دونك علاش اخي غادي نطلع معايا واحد تيبع الطوارئ تيدير لي شي مشاكل انت طلعتي معاك واحد عنده امي امي واحد انا من الناس اللي سيمو عاونهم باش بانوا فلوس لا بيان سور ايوب وايوب اللي قلت له واحد الانستغرام ديالك اللي درتو هادي يومين قول لهم قول لهم شنو الانستغرام اللي درتو هادي يومين راه كتبوا المدام كتبيه لا 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 المدام كتفرج بيان سور ايوب الدراري نصيحه اللي نصحتو ايوب بان معايا وبالعكس اخي انا خايو فخور بيه انا حاجه اخرى قلت له الله يرحم لك الوالد ما عمرت فكرت بيع شي دوره انا كاكزومبل بعت دوره في 2012 درت ليه بزاف المشاكل رديت للناس فلوسهم قلت لهم خذ سمحوا لي الى يومنا هذا دير لنا اخويا سيمو دوره فابور هكا لا بغينا شي دوره بالفلوس لا اخويا اسمح لي غير انا اللي قلت لك انا غير كنقول للناس بلي سيمو راه كيطلع مع اي واحد الا عنده فالور صافي وماشي ما كاين شي واحد تكون القصه ديالو تشكل بيان سور هادي مهمه خويا انا نجيبك لي زاتيستاسيون طرافاي لا 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 شوف اخي رضا
البريد ديال الارساليات خديتها اخي منو العلم بيان سور والله ما ننساه شدريت يقول لك عطاهم شي ريكومونداسيون ديال الكتب اللي قريتهم وانسبيروك بزاف خويا الكتب اللي قريتهم وانسبيروني بزاف اول واحد قريته انا باقي صغير هو اللي اثر فيا بزاف هو داك الاب الغني والاب الفقير هذاك بديت فيه حيت هذاك بحال كتسميه بريمير حيت دابا اللي غادي يبدا عادي يبدا يقرا الا صيفطتي كتب كبار هذاك اللي منعك ما تاخذش كريت بيان سور الا قريتي كتب كبار النيفو ديالهم طالع ما غتربحش بحال غتحرق لي زيطاب خاصك تبدا بكتبه الليفل ديالهم باين تقدر تفهمهم كيشرحوا لك بحال هذاك بحال اللي قلت قبيله لي ديزابيتود ديال ستيفن كوفي ديال هذا بيغيش بير بوفر كاين خويا اللي جيت نعاود لك اللي قريت بزاف المهم اخي انا كنصح بهذا الاب الغني الاب الفقير زعما حيت هذاك هو البيت الاول قرا هذا هو الاول شي يعاود يبروغرامي لك يتشوف بزاف ناس كيطلبوا السي في لايف شوف اجي نديروا الدراري برايفيت تلقاو هاد اللايف هذا بارطاجي نهار الثلاث دابا على حقيتاش باقي تابعني الحلقه ديالك اخي شكرا بارطاجيها غدا راه لقيتها بدوا الفضائيين لا 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 ريكوفري لا حيت عندنا حتى حنا الباكا لا لا مستاهلين الفضائيين عرفتي معنا شحال واحد مستاهلين الفضائيين والله يقول لهم عرفتي واحد صوره صاحبي اللايف عرفتي ملي قلت لك النهار مشى شحال ملي لقيت من واحد خويا هو خويا انا حطيت لك في يوتيوب خويا انا حطيت لك في فيسبوك فهمتي على الشيء دوز دقيق يساني من الزامر حيد لها البراند حيد دوز لهنا حيد لها البراند كاينه الحلقه ديال الشقر تابعه الحلقه ديال يونس تابعه الحلقه ديال يعني الحلقه غدا في اليوتيوب غادي نحطوا الحلقه ديال الشقر وبعدها عاوتاني في اليوتيوب غادي نحطوا الحلقه ديال يونس وبعدها يعني 2 3 لا 4 خير تحط الحلقه ديالك مع 12 ديال الصباح خليها لي 27 يكون ميزان الحسنات محلول صح لا دابا ودابا والحسنات كيدخلوا يلا الشباب والله ما سخينا بكم تبارك الله عليكم الدراري كل الحلقه الناضيه اليوم كانت شوف تعرفنا في اللايفات الناضيين الدراري في رمضان وما كاين غير النضاع الدراري والكونسيستنسي ياك الله يحفظك الشوقه الدراري خدت خاصنا الشوقه وجيبوا الطبلات القهوه الله يعزكم الشباب التوفيق لكم كاملين الله يعزكم الله يحفظكم والله ما كنسخاو بكم حتى حنايا قال لك واحد اي ام ذا نيكست تريليونير ريمان برمي الله يوفقك اختي اخي ولا احتاجيتينا حنا كاينين الله يعزكم الشباب التوفيق لكم تعلمت بزاف منكم تحيه لكم من الجزائر طوب شو اخي جميل جزائريين تندوا لا بيان عقلتي على شوف الدراري اللي عاشوا معنا في الطيرون جزائريين ترى تيروحوا تندوا نفس اللونغاج انا قلت لكم فاش دخلت كيفاش دخلت للسبيد بوكس راه عن طريق صديق جزائري الله يعمر ليه الدار اخي اللهم بارك اللهم بارك جايز طلعوا لنا فراسكم تبارك الله عليكم بالتوفيق ليكم